السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من ملعب الأهلي. بعد انتصار الأمس الأهلي على وفاق الصيف بهدفين مقابل لا شيء، الهدفين عن طريق طبعا كان وليد سليمان وإسلام محارب، إيجابيات كثيرة جدا هنتكلم عليها النهاردة، والاستعداد كمان لمباريات الدوري وأكيد مباراة العودة المهمة جدا لكل الجماهير الأهلوية وكل جماهير مصر بشكل عام. النهاردة كمان كان في لقاءات في الدوري الممتاز، بيراميدز بتعادل مع بتروجيت 3-3 في مباراة مثيرة جدا جدا. تفوق بيراميدز في الشوط الأول بثلاثية ولواحد، والشوط الثاني تفوق بتروجيت وقدر إن هو يرجع عن طريق مدربه طبعا كفء جدا جدا والقدير جدا كابتن طارق يحيى، ويتعادل 3-3. اللقاء الثاني كان جمع ما بين وادي دجلة، ويبدو إن وادي دجلة على الطريق الصحيح، وإدارة وادي دجلة بصراحة كلها لها كل التحية والتقدير الحقيقة، يعني صبروا على الراجل اليوناني بشكل كبير جدا جدا وادوله الثقة، وكان عندهم يعني حق في الثقة اللي ادوها له. الراجل ماشي بشكل كويس، وخصوصا في الأربع أسابيع الأخيرة بيتفوق على طلائع الجيش بهدفين لهدف بعد ما كان متأخر من الدقيقة الرابعة أو الدقيقة الخامسة بضربة جزاء مش عارف هي اتحسبت ليه اساسا. كابتن جهاد جريشه الوحيد في العالم اللي يقدر يقول هي اتحسبت ليه، لكن على العموم وادي دجله بيتفوق على طلائع الجيش بهدفين لهدف. كمان كان في لقاء في قبل نهائي الكونفدراليه، ممثل مصر طبعا المصري البورسعيدي كان مستضيف النهارده في تكلب الكونغولي في بورسعيد في مباراه كانت كبيره جدا جدا، لكن يبدو ان فيتا كلاب من احسن فرق الكونفدراليه ان لم يكن احسنها على الاطلاق. تعادل ايجابي او تعادل سلبي اسف 0-0. الفرصه لسه متاحه لاولاد حسام حسن في مباراه الكونغو، وحسام حسن يعني وهو داخل اللقاء عنده معنويات كويسه بالمباراه اللي هتبقى في الكونغو، لان هم ما خسرش خالص طول ال 13 مباراه اللي اتلعبوا لحد دلوقتي اللي خاضهم حسام حسن وفرقه المصري، فعنده فرصه كويسه مع طبعا يعني الاخذ في الاعتبار ان هو بيلعب فرقه قويه جدا. انا من وجهه نظري هي اقوى فرق الكونفدراليه على الاطلاق، عندهم جناحين في منتهى القوه والسرعه مميزين جدا، رقم 7 ورقم 11 مميزين جدا جدا، وهيتعبوا فرقه المصري كتير جدا في الكونغو، لكن الكونغو او اسف المصري هيخش كمان بمعنويات كويسه زي ما قلت لكم، ان هو ما خسرش ولا مباراه، فهيخش بتعادل ايجابي او يكسب هناك يصعد للمباراه النهائيه في الكونفدراليه. على الجانب الاخر في الكونفدراليه كانت الرجاء المغربي بيواجه انيمبا النيجيري، وقدر الرجاء المغربي ان هو يتفوق بهدف للا شيء، وكان انيمبا اضاع ركله جزاء. دي المباراه بشكل عام النهارده. طبعا ممثلنا وفخر العرب كله محمد صلاح كان عنده مواجهه النهارده كمان مع نابولي واتعادلوا 0-0. طيب خسروا 1-0، ده ايه ده؟ الجون جاي امتى ده؟ نابولي ايه اتقلب الاهلي ولا ايه؟ لا الاهلي 89، الاهلي انتشر يا جدعان، الاهلي انتشر يا رجاله. طيب ده سايبه لحد الدقيقه 88 ماشي. يبقى نابولي بيتفوق على ليفربول بهدف للا شيء والاهلي انتشر. اوكي النهارده حلقه مميزه جدا جدا في الايجابيات، ازاي تاخد من مباراه امبارح ايجابيات كتير هنتكلم فيها مع حضراتكم، لكن قبل ما نخوض في الايجابيات ديت خلينا نتكلم مع بعض على بكره اهلاوي. مش عايزين ننسى الكلام ده، مش عايزين ننسى الولد الصغير والطفل الصغير واعدادي وثانوي وجامعه ومتجوز خاطب ايا كان عمرك، انت بكره اهلاوي بالنسبه لك، فمش عايزين ننسى الصور الجميله اللي بتبعتوها لنا واللي احنا بنعرضها من خلال ملعب الاهلي. كمل على طول يا سمير، مستمرين معاك كل فتره كده هنعرض صور كتير جدا جدا، يعني ده مهم جدا ان احنا نتواصل مع حضراتكم من خلال صفحتنا او من خلال هاشتاج بكره اهلاوي. لو انت بتنزل الصوره على صفحتك اكتب بس هاشتاج بكره اهلاوي هتجن على طول الصوره، قبل ما تقول عو يعني هتوصل على طول، قبل ما تقول انا عاوز اروح هتلاقي الصوره راحت لوحدها. فهاشتاج بكره اهلاوي مكمل مع حضراتكم. اهلاوي بكره ان شاء الرحمن يبقى احلى، اهلاوي بالتاسعه اللي هي الافريقيه ان شاء الرحمن هيبقى احلى. هنخوض حاجة جديدة أو هنتعامل مع بعض بحاجة جديدة، ودي مهم قوي، يعني مهم قوي نكبر نجومنا، ومهم قوي إن احنا نتعامل مع نجومنا بشكل حلو قوي، لكن نجومنا بيتعاملوا كمان مع الأهلي باسم الأهلي ومكانة الأهلي، ويمكن طول عمر اللعيبة مقدرة المسؤولية دي. فاحنا عايزين نختار ألقاب لنجومنا من خلال مشاركتكم معانا، يعني مثلا على سبيل المثال بس يعني خليني اقول لك خليني اقول لكم يعني مثلا على سبيل المثال
زمان مثلا الاساطير والنجوم والناس الكبيره في النادي الاهلي كانت بتلقب بناء على امكانياتها وقدراتها وبطولاتها الكبيره جدا جدا وانتمائها لناديها، مثلا يعني كابتن محمود الخطيب بيبو، كابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو مثلا، يعني كابتن حسن حمدي وزير الدفاع، كابتن مصطفى عبده المجري، قولوني الحقولي بالاسماء، الكابيتانو، الماجيكو، الباقي، الحاوي، وليد سليمان مثلا، يعني الجوكر احمد فتحي. فعايزين نختار الساحر مثلا ابو تريكه، فعايزين نختار اسماء او القاب، يعني القناص عماد متعب، يعني عايزين نختار اسم كده ونردده كتير حلو، يعني جلاد الحراس او احمد جوال، احمد بلال، عايزين نختار اسم مع حضراتكم. ما الاسماء ديت جت بناء على يا اما جت عن طريق الجماهير في المدرجات، يا اما جت عن طريق ناقد رياضي كبير ولا حاجه زي استاذنا الكبير جدا استاذ نجيب المستكاوي لما كان بيسمي مثلا اسماء لعيبه او فرق. فاحنا عايزين نختار اسم، اختاروا لعيب، اختار وليد سليمان، اختار احمد فتحي، اختار، مع انهم لهم اسماء لكن انا بدي مثال يعني، او لهم القاب يعني، لكن انت اختار حد انت شايف ان هو يعني حاجه حلوه قوي، بس ده له 3-4 شروط، يكون باقي له فتره في النادي، يكون مؤثر جدا جدا في النادي، يكون انتمائه شديد جدا للنادي. حلو، يعني اختار لقب بقى، اختار بقى العقرب، اختار الفهد، اختار المارد، اختار فيجو، دي بتاعتي يا ابني اهدى شويه، دي بتاعتي انا. قال انت جاي تهزر ولا جاي تعزي؟ قال له جاي اهزر. ماشي، فاختار من خلال مشاهدتك لينا ومن خلال مراسلاتك لينا، اختار لاعب بس يكون لقب، وعايزين نثبت اللقب ده. خلي بالكوا ده مهم جدا جدا على فكره، يعني الناس بتفتكر ان هو حاجه ايه يعني المشكله يعني، لكن اسم على مسمى، يعني يبقى اسم على مسمى، سيبكم من الاسماء اللي هي كبيره جدا وفظيعه قوي ومش على نفس القدر يعني، لكن عايزين ناخد لقب مهم قوي للعيبه ويبقى لازق فيه خلاص، يبقى ده من خلال لقب من خلال ملعب الاهلي ومن خلال قناه الاهلي. اوكي، هنتكلم في اجابات امبارح لان ده مهم جدا، سواء كانت الشباك النظيفه وعدم استقبالنا الاهداف، كارتيرون والمسانده اللي لازم تكون موجوده معاه بقى بشكل كبير قوي، مش احنا اللي بنديها له، ولا تعاطف مع الراجل ولا استحسان هو بيطلبه، لا هو حقه من خلال الارقام يعني. وليد سليمان والدور اللي بيعمله، محمد الشناوي والمسيره اللي ماشي بيها كواحد من افضل 8 حراس او افضل 8 سنين فاتوا، هقول لكم بالارقام يعني، حافظ على شباكه وده فال حلو قوي، اللي بيوصل للرقم 8 من كلين شيت بياخد البطوله ان شاء الله الرحمن. وايمن اشرف والثنائي مع كوليبالي وهشام محمد واسلام محارب ومدى تطورهم في المستوى، واحمد حمودي الراجل اللي كان من بعيد جدا جدا وبقى قريب، عندنا شويه ارقام لاحمد حمودي. طيب موضوعات كتير قوي، لكن الحق كابتن محمد يوسف قبل ما ينام، ما اعرفش بينام بدري ليه الايام دي. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره، مساء الفل. مساء الفل يا كابتن سيد، ازيك عامل ايه؟ انت عامل ايه؟ بتنام بدري قالوا لي ده كلام. انت كنت في الشغلانه دي وعارف لازم تنام بدري. ما بتنامش خالص. تنام بدري عشان تصحى بدري. طيب كابتن يوسف، قبل ما نخوض في بعض النقاط المهمة جدا من إصابات، من غيابات، من حتى مؤجلات في المشوار الدوري أو المباراة اللي جاية واستعداد كليها ومين هيلحق ومين مش هيلحق، لكن لو قلت لك اديني نقاط إيجابية لمباراة الأمس تحددها في إيه يا كابتن يوسف؟ والله بص يا كابتن سيد، طبعا المباراة امبارح مليانة إيجابيات. أولا طبعا إن احنا نفوز بكلين شيت زي ما أنت قلت دي مهمة جدا بصرف النظر عن هدف أو هدفين. طبعا لما مهم ان انت ما تلقيتش اي اهداف، لان 2-0 احسن كتير من 3-1، 2-0 احسن كتير من 3-1 صح كده، ودي خلينا متفقين فيها ان انت لما بتتلقى هدف على ملعبك بتصعب شويه من امورك في المباراه العوده يعني، لكن الحمد لله امبارح نتمنى ان احنا نستغل الفرص، نستغل ال 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 الكام فرصه اللي جات لنا الوليد ازارو في اخر المباراه، مؤمن برضو، لكن الحمد لله ان احنا طلعنا بنتيجه 2-0. الايجابيات ايضا ان احنا ما تاثرناش بغياب الجمهور، دي نقطه طبعا كنا نتمنى ان الجمهور يبقى مالي الملعب، ونتمنى ان الجمهور كان يبقى بيساندنا زي مباراه حريه كناكري، انما الحمد لله قدرنا نفس اللعيبه وقدرنا النقطه دي بالذات نقلبها لدوافع ونقلبها لحافز اللعيبه ان هم يادوا في اي ظروف او اي صعوبات بنواجهها،
الحمد لله زي ما انت قلت حمودي بيبقى ليه دور ودور مؤثر جدا، عمل الهدف الاولاني بتاع وليد سليمان حلو جدا، عمل قبليها كرة بتاعت ازارو بس كانت اوف سايد برضه بشكل جميل جدا. اسلام محارب بياكد تواجده، وليد سليمان وظهوره في مركز نمره 10 برضه، الحاجات دي كلها ايجابيات. النهارده عندك خط ظهرنا ما شاء الله، يعني سعد سمير بيغيب، نجيب بيغيب، لكن ايمن اشرف موجود مع سليف مع فتحي مع علي معلول، كل دي حاجات ايجابيه. برضه هشام في وسط الملعب بغياب السوليه وتواجده مع عاشور قدروا ان هم يشتغلوا بشكل كويس. فعايز اقول ان في ايجابيات كتيره، لكن احنا مش عايزين نركن لهذا او 90 دقيقه دول. انا عايز اكد ان المباراه 180 دقيقه، واحنا قلنا قبل المباراه قلنا ان ال 90 دقيقه اللي هنا هيطمئنوا حد سواء بنتيجه ايجابيه او نتيجه عاديه. احنا قلنا ان الموضوع كله 180 دقيقه مكتملين مع بعض. الحمد لله خلصنا 90 دقيقه هنا والنتيجه الحمد لله جيده، لكن لازم نشتغل ولازم نركز ولازم نبقى يعني مركزين قوي قوي قوي، لان المباراه مش هتبقى سهله هناك. فريق فاكس طيب ورشيد الطوسي مش هي يعني عايز اقول لك هيبذلوا مجهود جامد جدا هناك، وهتبقى مباراه صعبه هناك جدا. فانا عايز اقول واكد ان احنا بنستعد وبنستعد بشكل كويس. يمكن احنا قفلنا الملف الافريقي دلوقتي وبنركز في مباراه الدوري يوم الاحد ان شاء الله مع الاتحاد السكندري، لكن بعديها ان شاء الله نبدا في الاعداد والتركيز بشكل عالي جدا لمباراه العوده، لان المباراه هتبقى قويه. طيب كلام جميل. يعني مباراه الحد هتبقى مباراه مع الاتحاد السكندري، هل في الاذهان بقى ان احنا نلعب بنفس التشكيله بنفس العناصر، ولا في دماغ كارتيرون يضخ عناصر جديده ممكن ما يكونش لها تواجد في الفتره اللي فاتت، رجوع ناصر ماهر مثلا، اللعب باحمد الشيخ، الرؤيه من خلال المباراه اللي جايه يا كابتن يوسف؟ والله يا كابتن سيد طبعا احنا بكره كنا راح النهارده وبكره ان شاء الله هنبدا نشتغل. طبعا هيجي لنا دراسه مستفيه للمصابين وعودة المصابين، يعني عندك الإصابات اللي حصلت في المباراة زي علي معلول زي صلاح محسن وعاشور، والموجود بقى اللي هو سعد سمير إن شاء الله يخش التدريبات الجماعية، عمرو السولية، مروان محسن، ميدو جابر، كل دي إصابات غابت عننا، بالإضافة طبعا للعيبة اللي مش متواجدين في أفريقيا، محمد شريف وأحمد علاء وأحمد ريان، في مجموعة والجزار، يعني في مجموعه انا مش عايز انسى احمد الشيخ برضو، يعني في عندنا مجموعه هتبدا تخش مع الفرقه. فبكره ان شاء الله هيبدا يبان الملامح بتاعت الاعداد ان شاء الله لمباراه الاتحاد والعناصر اللي هتشارك. طيب يعني هل فعلا علي معلول هيغيب شهر ونص، ده المينيمم بتاعه او اقل حاجه، ولا الخبر ده مش صحيح؟ وصلاح محسن هل هيلحق بمباراه العوده ولا لا؟ هو بالفعل طبعا المباراه امبارح خسرنا علي معلول، النهارده اتعمل له اشاعه وفعلا هتستغرق تقريبا شهر ونص، ودي طبعا تعتبر خساره كبيره، لكن بركه في الموجودين، في صبر رحيل موجود، في ايمن اشرف، اي حد فيهم يقدر يحل محله. وفي نفس الوقت كمان صلاح محسن اصابته الحمد لله الدكتور طمنا ان شاء الله هتبقى خفيفه، وايضا حسام عاشور برضو يعني هتاخد ايام قليله ان شاء الله، ودي حاجه كويسه يعني حاجه مبشره، لكن طبعا الخساره الكبيره لعلي معلول. طيب يعني كده يبقى علي معلول مش هيلحق لا لقاء العوده ولا حتى النهائي لو شهر ونص. هيبقى في صعوبه، طبعا هيبقى في صعوبه، انت بتتكلم على يعني 6 اسابيع من دلوقتي، بتتكلم في على نص ده تمزق في العضله الضمه بقى ولا ايه؟ ده اخر كوره يا كابتن يوسف؟ اخر كوره اللي هي الكوره اللي اتقدم فيها ورجعت له سند وشاط، بس طبعا يعني لكن الحمد لله يعني. طيب يبقى افهم من كلام حضرتك صعوبه لحق علي معلول لا بالمباراه اللي جايه ولا بالنهائي حتى ان شاء الرحمن، مش مشكله الموجود يسد صبر رحيل او ايمن اشرف، لكن صلاح محسن موجود في المباراه العوده، مباراه العوده باذن الله. لسه ان شاء الله مباراه العوده يوم 23، يعني لسه قدامنا 3 اسابيع من دلوقتي. هي كانت كدمه ولا شده يا كابتن يوسف؟ لا 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 لا، دي اجهاد خفيف. اجهاد اوكي، اجهاد خفيف ان شاء الله يبقى كويس. حسام عاشور اجهاد في عضلات اجهاد في عضلات البطن. دي برضه ان شاء الله يعني
ايام قليله ان شاء الله يخش التدريبات تاني ان شاء الله. طيب في تغييره يعني كان عليها كلام كتير جدا امبارح، انا وجهه نظري الشخصي ان احنا قلنا او انا قلت امبارح ان ممكن يكون تغييره اكرم توفيق كانت عشان اسلام بكير الراجل اللي نزل الشوط الثاني مكان حسام الدين غشه اللي هو الراجل اللي كان بيلعب طرف ده، فاسلام بكير كان لعيب كويس قوي، هل كان فعلا اكرم توفيق له مهام معينه ولا كان تغيير فني بحت من ناحيه كارترون؟ لا مستر كارترون يعني غير اكرم، حطه في وسط الملعب على اساس يؤدي ادوار دفاعيه بشكل مكثف اكتر ويدي صلابه وسط الملعب في حته الدفاعيه. الشوط الثاني هم بداوا يجوا علينا واحنا يعني بدا يتحكموا في وسط الملعب بمعنى اصح. كان مستر كارترون عنده رؤيه ان هو ينزل اكرم بحيث يبقى جنب هشام وعاشور فيقدروا يدوا واسلام محارب من ناحيه الشمال فيدوا صلابه دفاعيه في وسط الملعب ويقفل على رقم 11 طبعا اللي هو اسلام بكير لان ده يعني من اللعيبه يعني كان منها اسلام بكير فعلا مظبوط. ما هي دي برضو سلام. من الحاجات انه سلام علي يا سلام عليا انت فاكر كابتن محمود بكر؟ لا انت مدرب كبير انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ تمام لان خلي بالك نمره 11 اسلام بكير من العناصر المميزه جدا و صحيح احنا كنا متوقعين انه يبتدي المباراه لكن جاب جول في مازيمبي كان حلو قوي، جاب جول حلو قوي في مازيمبي فضلوا ان هو يبقى موجود في البدلاء لكن هو من اللعيبه اللي بتبدا وبدا معاهم في البدايات يعني بدا اكثر من المباراه معاهم. طيب كابتن يوسف هل في اتجاه ان الاهلي يلعب مباراه كاس مصر وخصوصا انها هتتعمل القرعه بكره بدون الدوليين وفي اتفاق على كده ولا ايه؟ المباراه بتاعه كاس مصر الاولى كلها بدون الدوليين بدون الدوليين ولكن هي طبعا المباراه الاخرى اللي هي الداخليه دي اتاجلت رسمي خلاص اللي كانت يوم 15 دي اتاجلت رسمي عشان منتخب اولمبي كمان في طلباته كتير قوي المنتخب الاولمبي عنده 7 لاعبين والمنتخب الاول عنده 5 لاعبين بالاضافه لمنتخب مالي بعت لسليف كولوبالي منتخب المغرب بعت لازارو يعني اصابه علي معلول برضه منتخب تونس لو سليم كان راح انت بتتكلم في 15 لاعب يعني. اوكي. طيب يبقى كده اخد من كلام حضرتك ان ده قرار على كل الفرق ان الدور ال 32 اللي هيشهد تقريبا يوم 8 او 9 او 10 اللي جايين كمان في فتره الاجنده الدوليه هيبقى بدون الدوليين لكل الفرق. الجدول الجاي الدور التمهيدي لكاس مصر بدون الدوليين. اوكي، لكن المباراه الداخليه تم تاجيلها خلاص بناء على استدعاء المنتخب لعيبه المنتخب الاولمبي ولاعيبه المنتخب الاول بجانب كمان يعني كوليبالي وعلي معلول ووليد ازارو. اجاييه يعني الدنيا ماشيه كويس هو محمد نجيب؟ الحمد لله نجيب عمل عمليه غضروف من بعد مباراه حريه كوناكري على طول وان شاء الله خلال 3 اسابيع يكون موجود معنا في الملعب ان شاء الله. ده بالنسبه لنجيب. بالنسبه لمين تاني قلت؟ جونيور؟ لا نجيب ما احنا قلنا اجاييه واجاييه نجيب لا جونيور لسه قدامه شويه جونيور قدامه لسه شويه بدا يجري بدا يعمل يعني بدا الجري على يومين ولسه قدامه تقريبا في حدود شهر كمان او شهر وي. كلام جميل ماشي حلو برضه ان شاء الله الرحمن. ميدو عمرو السوليه ومروان محسن ممكن نلاقيهم في قائمه الاتحاد ماتش الاتحاد ان شاء الله ان شاء الله يعني بكره تبان حالتهم وبرضه خلي بالك ان سلامه اللاعب دي مهمه وبعدين بقى رؤيه مستر كارترون كمان الفنيه لان ممكن يبقى لاعب سليم كل حاجه بس هو فنيا مثلا شايف انه لسه ما جهزش ما فيش مشكله او مش عايز يغامر بيه ممكن ترجع له الاصابه تاني انما ان شاء الله يبقى هيبقوا تدريبات ان شاء الله. وسعد سمير؟ سعد السليه يمكن السليه يمكن شويه لكن سعد ومروان وميدو جابر ان شاء الله. طيب خليني اقول لك يعني ان حكم لقاء العوده هو جوميز ده من احسن حكام من وجهه نظر شخصيه في القاره هو احسن حكم في افريقيا يا رب يكون موفق بس انت عارف ان الحكام في بعض الاوقات بتبقى مش موفقه او يومها مش يومها يعني لكن هو حكم مميز ما فيش كلام. مظبوط هو من احسن الحكام لكن يعني انت عارف الحكم زي اللاعب زي المدرب ممكن بيبقى في يوم موفق يوم مش موفق لكن احنا الحمد لله مركزين ويمكن يعني ما بنركزش قوي مع التحكيم احنا بنركز في الشغل بنحاول ان احنا نركز في اداء واجباتنا بالنسبه للاعبين جوه الملعب صحيح وان شاء الله دي مهمه جدا
وفي نفس الوقت كمان الحكم يعني مميز ومعروف ان هو حكام كويسين، فنتمنى ان شاء الله مباراه العوده تخرج بشكل كويس. طيب عندي حاجتين بس اخرى كده كابتن يوسف. تم تحديد موعد السفر للجزائر، هيبقى يوم كام؟ طبعا كابتن سمير عدلي هيسافر الاول، لكن في هيبقى يوم كام؟ 20 21؟ لا لسه بنشوف الترتيبات بتاعه اللعيبه الدوليين الاول، لان احنا عندنا لعيبه دوليين هتلعب بره عودتهم امتى، بالاضافه لسليف كلوبالي وازارو، فلسه ما تحددش يعني. طيب ان شاء الرحمن هقول لك على نقطتين حددهم الكاف خلاص، يمكن حدد ان المباراه النهائيه هتبقى فيها استخدام تقنيه الفار رسمي، يعني هيبقى في المباراه النهائيه ان شاء الرحمن ربنا يكتب لها لنا باذن الله، ويبقى نبقى في الطرف من اطراف اللقاء النهائي، وبيمرن كمان بعض الحكام بكاري جسامه، جوميز اللي هو هيحكم اللقاء الاول اللقاء الثاني، وبملاك حتى الحكم امبارح هيبقى موجود من الناس اللي بتتمرن، زكالي سوالا ده حكم برضو جنوب افريقي، الجزائري مهدي عبيد، وسيكا زوري اللي هو الزامبي، وعندك كابتن جهاد جريشه كمان، وبكاري جسامه، يعني كل دول هيتم تدريبهم في الفتره اللي جايه لتقنيه الفيديو للقاء النهائي باذن الله لدوري ابطال افريقيا. يا كابتن يوسف والله طبعا حاجه كويسه، انت قلت اسامي حكام كبار جدا وعظام جدا، ويعني من ضمن الحاجات اللي بتبقى مهمه جدا في المباريات الحاسمه دي ان يكون معاك حكم قوي وحكم فير، حكم عنده خبرة كبيرة. ما انت كان عندك امبارح حكم قوي يا كابتن يوسف، بس انت عارف لو تقنية الفيديو موجودة جول وليد ازارو او مؤمن زكريا امبارح يتحسب، لو في تقنية الفار دي يتحسب 3-0 غير 2-0 خالص. ما انا بقول لك يعني برضه احنا اتظلمنا امبارح في الهدف، هدف سليم 100%، فاستغربت جدا ان هو لغاه، لكن طبعا احنا مش عايزين نعترض على التحكيم، مش عايزين يعني عايزين نركز في الملعب بشكل مميز، ونتمنى ان شاء الله ان مباراه العوده جوميز يبقى موفق، ونتمنى كمان ان يعني عايز اقول تقنيه الفار هتعمل او هتلعب دور كبير جدا، انه هيبقى عنده خط رجعه او عنده فرصه يفكر في القرار اللي بياخده. اوكي اقول لك كمان مبروك، يعني مش بشكل رسمي على الكاف، لكن هتلاقي الخبر ده بكره او بعد بكره، تم اختيار 9 لعيبه يا كابتن يوسف، 9 لعيبه من النادي الاهلي كالتشكيله الامثاليه للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا. تم اختيار الشناوي، الرباعي اللي ورا احمد فتحي وكلوبالي وايمن اشرف وعلي معلول وهشام محمد ووليد سليمان واسلام محارب ووليد ازارو، يعني 9 لعيبه من اصل 11 كلهم، دي هتلاقي الخبر ده موجود على الكاف بكره باذن الله، يعني زي ما انتم شايفين كده محمد الشناوي، احمد فتحي، كلوبالي، ايمن اشرف، علي معلول، هشام محمد، واسلام محارب، ووليد سليمان، ووليد ازارو، وده اللاعب بتاع اول اغسطس اللي جاب الهدف في الترجي، وكمان اكرم جحنيد اللاعب وفاق الصيف من ضمن التشكيله، فدي حاجه حلوه قوي يا كابتن يوسف. طبعا طبعا حاجه يعني مميزه ان يبقى عندك 8 لاعبين في التشكيلة، ودي حاجة يعني دايما النادي الأهلي بيبقى مميز فيها، لكن أنا برضو عايز أأكد إن دي كلها حاجات لما نيجي نقارنها بالفوز بالبطولة إن شاء الله إن شاء الله ده الهدف الأكبر، ده الهدف الأكبر، ده الهدف الأكبر، فنتمنى إن شاء الله إن يبقى كمان عندنا أحسن لاعب في أفريقيا إن شاء الله يبقى النادي الأهلي السنة الجاية إن شاء الله. وليد هو أحسن لاعب في أفريقيا في الفترة الحالية، خلي بالك أحسن لاعب في دوري المجموعات أو مش في دوري المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا على الإطلاق هو وليد سليمان لحد دلوقتي بالأرقام يعني. بالأرقام ماشي بشكل كويس، ونتمنى إن هو يستكمل إن شاء الله. ومش في المنتخب، من عجائب الدوري السبع. يعني بجانب كام عجيبة كده. لكن وليد سليمان مش منتخب. أنا عندي ثقة إن مستر جيري هيبص بصة طبعًا للمجموعة هي يعني تعرف الكره ما فيهاش ارتباط بالسن، انت ممكن يبقى عندك 35 سنه 36 سنه وبتدي صحيح كبير جدا، صحيح مجهود مميز جدا، عمر ما الكره كانت بالسن خالص، فاكيد هيفكر في الحته دي، لان عندك فتحي ووليد بيأدوا بشكل كبير جدا وحاجه يعني مميزه يعني. اوكي طيب احنا عاملين حاجه هنا، اخر حاجه هاخد راي حضرتك فيها، اخر حاجه
عاملين حاجه هنا ان احنا بنختار لقب لنجم يعني، بس بيكون في متوفر بعض الشروط، يكون بقاله فتره في النادي، حقق بطولات مع النادي، عامل حاجه كويسه مع النادي، انتمائه بشكل كبير جدا للنادي. لو اخترت نجم يا كابتن يوسف وتعمل له لقب مثلا، زمان انت عارف ان الجماهير بتطلق على بعض الاسماء القاب يعني، يعني الجوكر، الزئبقي، الكابيتانو، بيبو، زيزو، اسماء كبيره جدا طبعا، منها من خد شهره على بشكل كبير قوي يستحقها بالتاكيد وكملت معاه. فعايزين نعمل من خلال ملعب الاهلي كده يعني حاجه جديده من خلال جمهورنا. كابتن يوسف لو تختار لي لاعب مثلا وتختار لي لقب هتقول لي ولا عايز تنام؟ لا لا لا، ممكن نختار، ممكن مثلا تعمل لقب لسليف كلوبالي على اساس لسه جاي مثلا. تختار له ايه؟ الفهد ولا المارد ولا تختار له ايه؟ ولا برج ولا تختار له ايه؟ ممكن اختار له البرج فعلا. البرج طويل برج. اوكي كابتن يوسف، كل التوفيق لحضرتك باذن الله في مشواركم باذن الله، سواء كان محليا ولا افريقيا. شكرا جزيلا كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره. في الجزء الثاني النهارده ان شاء الرحمن من حلقتنا هيبقى معانا كابتن عادل طعيمه وكابتن حشيش وكابتن ماهر همام، هنتكلم عن الدوري وهنتكلم بالتاكيد على مباراه الامس واستعداد الاهلي للمباراه اللي جايه. اكمل مع حضراتكم على النقاط الايجابيه. شباك نظيفه امبارح بعد ما سمعنا كلام كتير من كابتن محمد يوسف، لكن من خلال كلامنا مع حضراتكم يعني شباك نظيفه وده مهم قوي. 2-0 احسن كتير جدا من 3-1. صحيح الاهلي حاول 9 مرات على المرمى، منهم 4 بس على الشبكه او على حدود المرمى، ودي حاجة إيجابية جدا 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 إن أنت تروح 9 منهم مش محاولات فرص، لا هي فرص بالتأكيد. ويمكن لولا سوء التوفيق اللي لازم وليد أزارو والعارضة والمساعد الثاني والإجهاد والإرهاق، أعتقد النتيجة كانت ممكن تبقى أحسن من كده. فشباك نظيفة دي حاجة كويسة إن أنت تخوض اللقاء الثاني وأنت ما عندكش هدف دخل مرماك في اللقاء الأول. كارترون واحد من المدربين المميزين جدا بأرقامه، دي مباراة رقم ممكن تكون 15 بالنسبة له، يعني خد 7 مباريات إفريقية، 7 ورا بعض في ظروف ما كانتش سهلة، ظروف كانت صعبة، تغييرة من جهاز لجهاز، وحالة كانت من موسم بينتهي لموسم بيبدأ، وتأخر في ترتيب المجموعة، بيخوض اللقاءات الأولى زي ما أنتم شايفين مع حضراتكم كده مثلا، يعني يوم 17 يوليو 2018 الراجل اللي قدامكم ده اللي هو كارتيرون خد اول لقاء امام تاونشيب بطل بوتسوانا وكسب 3-0. اللقاء كان هنا في القاهره على استاد برج العرب، وليد ازارو وعلي معلول كانت ضرب جزاء واسلام محال. في اللقاء الثاني اللي بعديه ب 11 يوم كان برضه مع نفس الفريق تاونشيب في بوتسوانا بقى المره دي، والاهلي كسب 1-0 عن طريق البرج زي ما سماه كابتن محمد يوسف سليف كلوبالي. 17 اغسطس 2018 محمد يوسف وهشام محاسن هو اللي سمى البرج، ماشي عم هشام. الترجي التونسي في لقاء مهم جدا في رادس، لكن كالعاده الاهلي بيتفوق عن طريق وليد ازارو. كامبالا سيتي مباراه العوده 4-3، وليد ازارو 2 وكلوبالي وصلاح محسن. في حريه يعني بطل غينيا هناك 0-0 يوم 14 سبتمبر، وحريه الغيني مباراة العودة 4-0، وليد سليمان وإسلام محارب وصلاح محسن وأحمد فتحي. 2 أكتوبر كانوا على موعد مع وفاق الصيف اللي هو الأمس، 2-0 وليد سليمان وإسلام محارب. 7 لقاءات على المستوى الإفريقي الراجل ده محقق فيهم، يعني بصوا كم انتصار، 1 2 3 4 5 6، 6 انتصارات ويعني تعادل وحيد. يمكن في 2005 الأهلي ما خسرش على مدار البطولة كلها، خد البطولة كلها من غير ما يتهزم خالص، لكن مش عارف هل من 7 حقق الاهلي 6 انتصارات محتاجه تتراجع دي. اعتقد ان ده رقم جديد بيضيفه او يعني بيمثل الكارترون حاجه كبيره جدا. بص كمان النتائج المباريات اللي الاهلي ما دخلش فيها اهداف، 6 من 7، تاونشيب 3-0، تاونشيب 1-0، الترجي التونسي 1-0، كامبالا سيتي هو الفرقه الوحيده اللي احرزت في الاهلي 3 اهداف، حريه ما جابش اهداف، حريه تاني ما جابش اهداف، ووفاق الصيف 2-0، يبقى 6 كمان من اصل 7 ما دخلش فيه اهداف. فالراجل ده محقق نتائج كبيره جدا جدا وعظيمه جدا للفتره ديت، محتاج المسانده والثقه تكون موجوده من خلال ارقامه، لا هو بيعايزها منكم بشكل تعاطفي لان هو مش عايز ده، بالعكس هو جاي عارف كويس قوي قيمه الاهلي ومكانه الاهلي، لكن ارقامه باينه جدا جدا جدا، ومع الوقت خلي بالكم هيبدا يكتسب
يعني او الراي يعني في الحته دي تحديدا هيبدا يكتسب بعض العادات والطباع المصريه، وده مهم قوي. يتعامل مع اللعيبه ازاي اكتر بشكل اوضح، يبقى في يعني فهم وبيفهم اللعيبه بشكل اكتر، سلوكيات اللعيبه، نفسيات اللعيبه، مين اللعيبه. خلي بالكم برضو احنا كمصريين او كعالم بشكل كامل، يعني البني ادم في ناس بتيجي بالضغط مثلا، وفي ناس لا بتيجي بالكلمه الكويسه، وفي ناس لازم تبقى تقرص عليها شويه، وناس تضغطها شويه، وناس تديها حته نفسيه اكتر. ده بيجي من خلال المعايشه ومن خلال التعامل ومن خلال المواقف، فمش كله زي بعضه. يعني الانسان او البني ادمين عامه طباع مختلفه، في واحد بيجي بالضغط وفي واحد لا تكلمه تشجعه اكتر، وواحد تكلمه بشكل عصبي، وواحد تكلمه بالراحه، وواحد تكلمه انت حاطط ايدك على كتفه، وواحد تكلمه وجه لوجه، تون الصوت بيعلى امتى، بيوطى امتى. كل دي حاجات بتيجي من خلال المواقف ومن خلال المعايشه، فالراجل هيكتسبها اكتر واكتر. كمان من مكاسب الفتره اللي فاتت احمد حمودي واحد كان بعيد جدا جدا عن الصوره وعن الاداء وعن التواجد في الملعب، النهارده بيعمل اسيست تاني في مباراتين مهمين جدا، سواء كانت في دور الثمانيه مع حريه. يعرض لنا برضه يا سمير كده حاجات لاحمد حمودي قدامنا اهي. يعني الراجل لعب 133 دقيقه، صنع هدفين في مباراتين في دور ثمانيه ودور قبل النهائي، صنع فرص لزملائه اربعه، دقه تمريره 71%، وده حاجه كويسه جدا جدا. يعني عدد العرضيات خمسه، يعني اتمنى انها تزيد شويه. محاولات على المرمى اربعه، تمريرات طوليه خمسه، دقه المحاولات 25، اتمنى انها برضو تزيد شويه. مراوغات ناجحه 2، اتمنى برضو انها تزيد شويه. لكن اللي عايز اقوله ان ده ماشي على الطريق الصح، يعني احمد حمودي ماشي على الطريق الصح، فدي من مكاسب الفترة اللي فاتت. من مكاسب الفترة اللي فاتت برضو ثنائية يعني أيمن أشرف وكولوبالي، الاثنين بيعرفوا يبدأوا هجمة بشكل كويس جدا جدا، التحاماتهم الهوائية رائعة، رغم أن في واحد برج زي ما سميناه خلاص اللي هو كولوبالي، والتاني أقصر شوية، لكن الجنب بتاعه يعني حدث ولا حرج، حاجة ممتازة ممتازة. أيمن أشرف اللي قدامكم ده واحد راجل راجل راجل، أيمن أشرف في كل المواقف، بعيد قريب، باك ليفت، سرد باك، لعيب منتخب، لعيب محلي، في بيلعب في أفريقيا، بيلعب ماتشات ودية، قمة في الرجولة. دي الأرقام بتاعته، فاز بالالتحامات خمسة، التحامات ثنائية خمسة من خمسة بنسبة 100%، تشتيت الكرة ست مرات، قام بالتدخلات الدفاعية ستة، ارتكب أخطاء مفيش، حصل على أخطاء واحد، أكثر من قام بتمريرات طولية للأمام تسع تمريرات طولية، ده أرقامه امبارح. هشام محمد كمان، يعني هشام محمد هو اصلا لعيب كويس، هو لعيب هايل جدا، لكن التطور، انا مقتنع بحاجه، يعني اللعيب في حياته عامه سواء كان ناشئ او حتى متوسط العمر لازم يبقى في مرحله من التطوير بتجيله. وانت ناشئ هتتقبل جدا جدا على المستوى العاطفي، يعني او تعاطف شديد جدا معك، بعد شويه هيبقى في تقييم ليك، يعني في تعاطف، وخصوصا وانت طالع من قطاع الناشئين للدرجه الاولى، او جاي من بره من فرقه يعني غير الاهلي اقل شويه ولا حاجه، فبتخش الاهلي فالناس بتتعاطف معاك، بعد شويه التعاطف ده بيتقلب للتقييم، خلاص يعني مش هستحملك ولا هستحمل غيرك، انا بتكلم على النادي الاهلي ومكانه النادي الاهلي. فهشام محمد ماشي بشكل رهيب جدا وجميل جدا، وخطوته سريعه للامام، فبرضه من مكاسب الفتره اللي فاتت هشام محمد. اسلام محارب، يعني كل مباراه بيزيد اكتر، يعني رجله بتتثبت في الملعب اكتر، اكتر واحد في فرقه الاهلي عنده دقة على المرمى من وجهة نظر الشخصية هو إسلام محارب. أكتر واحد عنده دقة على المرمى في مثلا ال 18 يارد أو ال 20 يارد الأخير أو داخل ال 18 تحديدا، يعني إسلام محارب. محمد الشناوي، محمد الشناوي فال حلو قوي وفال حسن كويس قوي. محمد الشناوي امبارح وصل للرقم 8 في بطولة 2018 ما يدخلش فيه أهداف، والرقم ده اتكرر مرتين ثلاثة في الثمان سنين اللي فاتوا، وكل الجوال او حراس المرمى اللي اتكرر معاهم الرقم ده خدوا البطوله. يعني حصلت السنه اللي فاتت، اعرض يا باشا، يعني خلينا معاكم على طول كده، اعرض مثلا في 2011 معز بن شريفيه مع الترجي التونسي اللي هو حارس الترجي التونسي الشهير بالتاكيد، يعني هو حظه معانا احنا وحش معز بن شريفيه، لكن يا رب يفضل حظه كده معانا وحش على طول. لكن معز بن شريفيه في 2011 قعد 8 مباريات ما دخلش فيه مرمى اهداف خالص خالص، فخدوا البطوله 2018 لو تتذكروا. في 2012
7 هو اكتر واحد ما وصلش الرقم 8 الاهلي اللي خد البطوله. معز بن شرفيه في 2013 6 ما وصلش ال 8 الاهلي برده اللي خد البطوله. في 2014 كيده بقى اللي هو بتاع مازيمبي لو تفتكروه، وده استمر في 2015 بتاع مازيمبي برده الراجل اللي كان عامل ضفيره ده في شعره لو تتذكروه يعني. احمد الشناوي مع الزمالك ما وصلش الرقم 8 في 2016 سبع مرات بس ما دخلش ورماه اهداف من في البطوله كلها. انتوا عارفين البطوله بتبقى حوالي 14 مباراه او 16 مباراه لو انت ما بتخوض المباراه التمهيديه، لو انت ما بتخوضش المباراه التمهيديه زي الاهلي عاده يعني فبتلعب 14 بس. احمد الشناوي في 2016 لما كان حارس مرمى نادي الزمالك قعد 7 مباريات بس. زهير العريبي اللي هو بتاع الوداد المغربي السنه اللي فاتت وصل لرقم 8، احفظوا بقى رقم 8. يبقى 8 ده كلمه السر، 8 دي كلمة السر. فزهير العريبي وصل لرقم 8 2017 ما دخلش في مرمى أهداف في البطولة كلها 8 مرات، 8 ما دخلش في مرمى أهداف وخدوا البطولة السنة اللي فاتت. السنة دي محمد الشناوي يعني بيوصل لرقم 8 وده فال حلو يعني، ده فال حسن بإذن الله. فإذا إن شاء الرحمن يعني كل المؤشرات بتؤدي لكده، لكن عندنا الاجتهاد طبعا، عندنا الاجتهاد. الشناوي عنده موعد مع نفسه إن هو يحقق حاجة كويسة. ده الراجل بتاع مازيمبي طبعا يعني، لكن هو طلع خلاص واعتزل تقريبا يعني فانتهى، فاحنا بنتذكركم بيه يعني. محمد الشناوي بيعمل رقم لنفسه يعني، محمد الشناوي كمان بيعمل رقم لنفسه ان هو لو وصل لتسعه او 10 ان شاء الرحمن، عنده 3 مباريات جايه، لو وصل ل 11 ولا حاجه مباراه اعتقد ان شاء الرحمن ان هو يبقى رقم يسجل في التاريخ. لكن على العموم كل دي ارقام من مكاسب الفتره اللي فاتت. وليد سليمان كمان عنده شويه ارقام نموذجيه، وليد سليمان عنده شوية أرقام نموذجية يعني حاجة رائعة جدا. وليد سليمان هو أحسن لاعب في دوري أبطال إفريقيا بلا منافس، بلا منافس، من خلال أدائه ومن خلال مجهوده ومن خلال أهدافه المؤثرة ومن خلال صنعه للأهداف. يعني أرقام وليد سليمان في دوري أبطال إفريقيا 10 مباريات، إحنا لعبنا الوقت خلي بالكم لحد دلوقتي 11 مباراة تمام، لحد دلوقتي احنا لعبنا 11 مباراه، هو لعب منهم 10. عدد الدقائق 741، الاهداف 3، صنع اهداف 2، صنع فرص لزملائه 12 مره، صنع فرص لزملائه، حصل على ركلات جزاء 3 مرات، حصل على اخطاء 15 مره، تمريرات طوليه 27 مره، عرضياته 19 مره، نسبه الفوز بالالتحامات الهوائيه 52 مره، تدخلات دفاعيه 13 مره. ده اللي قدامكم ده هو احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا على الاطلاق، احسن لاعب في دوري ابطال افريقيا على الاطلاق على الاطلاق. عندي خبر قبل ما استقبل ضيوفي كابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش، اللي هو تقنيه الفيديو خلاص رسمي فهمي نظمي. المباراه النهائيه هتبقى في ان شاء الرحمن باذن الله، سواء كانت هتبقى في انجولا لان المباراه الختاميه خالص، يا في انجولا يا في رادس في تونس على حسب مين اللي يفوز في لقاء اول اغسطس والترجي اللي انتهى لقائهم الاول بفوز اول اغسطس 1-0 كانت في انجولا اللقاء الاول. واللقاء الاول ان شاء الرحمن في النهائي باذن الله، باذن الله هيبقى في القاهره هنا ان شاء الرحمن يعني صعود الاهلي باذن الله. فاذا المباراه النهائيه ذهابا وايابا هيبقى فيها تقنيه الفيديو، وحدد الكاف حوالي 7 حكام لتدريبهم على تقنيه الفيديو او تقنيه الفار. بكاري جسامه اللي حكم لقاء النهارده جمع ما بين المصري وفيتا كلاب، كان موجود هناك الراجل في بورسعيد النهارده، وجوميز ده حكم برضو على فكره بكاري جسامه من جامبيا، وده جوميز ده جنوب افريقي هيبقى موجود في الناس اللي هتتمرن على تقنيه الفار، وجهاد جريشه حكمنا الدولي هيبقى موجود مع ضمن السبعه، وده يبين برضو مدى ثقه الكاف في جهاد جريشه. سيكازوري ده بتاع زامبيا لو انتوا عارفينه طبعا، حكم كويس جدا جدا. سيكازوري لموني في زوري لا حكم كويس قوي على فكره، حكم كويس جدا. والجزائري مهدي عبيد حكم برضو جيد جدا يعني، كان حكم لقاء الاهلي والوداد السنه اللي فاتت لو تتذكروه، بس مش في النهائي بقى، في دوري المجموعات في الجزائر حكم مرتين الاهلي والوداد في المغرب، اسف مرتين، هو جزائري المهدي عبيد. وزكالي سوالا ده جنوب افريقي، يبقى واخدين من جنوب افريقيا 2، زكالي سوالا وجوميز، وطبعا بابلاك اللي هو الحكم الاثيوبي اللي حكم لقاء الامس. دول السبعه اللي تم اختيارهم على التدريب على تقنيه الفيديو. دي كانت مجموعه من الاخبار وارائنا يعني. ما تنسوناش بقى على صفحتنا على الفيسبوك، حتى لو احنا ما قرناش النهارده اختاروا اللاعب ولقبوه يعني، نجموا فرقتكم، نجموا لعيبتكم، وده مهم جدا، والتواصل معاكم والتواصل من خلال مع الجماهير، وده مهم جدا من خلال ملعب
الاهلي، والاهلي دايما 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 يعني بيختار القاب جميله جدا، عايزين لقب كده ينتشر وينتشر 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 ويستمر 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 ويستمر. اوكي هطلع فاصل وبعدين استقبل ضيوفي كابتن عادل طعيمه، كابتن ماهر همام، وكابتن محمد حشيش. هنتكلم على مباراه الامس، وهنتكلم كمان على الدوري اللي النهارده اللي هيتلعب منه مباراتين، جمعت ما بين بتروجيت وبيراميدز والتعادل الايجابي 3-3، واللقاء الثاني جمع ما بين وادي دجله وطلائع الجيش، وقدر وادي دجله يتفوق على طلائع الجيش 2-1. شايف ان الاهلي كان ممكن يكسب اكتر من كده الصراحه، بس كان في كذا كوره اللي هو عدم توفيق يعني، بس يعني الحمد لله الاهلي انا شايف انه بيرجع لمستواه الطبيعي اللي هو المستوى المنافسه في بطوله افريقيا كالعاده يعني، اللي هو اصلا البطوله المفضله للنادي الاهلي، والحمد لله يعني المستوى كويس واداء ونتيجه والى حد ما يعني انا مبسوط من الاداء، واللعيبه الصراحه بتجتهد. الاهلي قدم مباراه كويسه امبارح، و يعني انا شايف الجماهير ليها دور كويس في مباراه امبارح، واللعيبه ابتدت تتطور والجهاز الفني بان شغله في الملعب، وده طبيعه النادي الاهلي ومتعود دايما على المكسب، و ان شاء الله ناخد افريقيا ان شاء الله. اشكر كل اللعيبه وعلى راسهم المدير الفني محمد يوسف والكابتن الكبير كاترون. بسم الله ما شاء الله عملوا مباراه في الشوط الاولاني 10-10، والشوط الثاني هم ما كسروش، انا من وجهه نظري ما كسروش، بس هو اخذوا من المباراه اللي هم عايزينه، وقال لك بقى الاجوان اللي تيجي بقى اهلا وسهلا، بس كم للاسف كم الاجوان اللي راحت صعب قوي، خصوصا الانفرادات من ازارو ووليد سليمان ومؤمن زكريا، بس مباراه يعني 10-10، ونتمنى ان شاء الله ان هناك نكمل بقيه المسيره، واي تعادل سلبي اي تعادل ايجابي يبقى مصلحه النادي الاهلي، ونلعب على النهائي ان شاء الله باذن الله. المباراه كانت عظيمه، وده عهدنا بالنادي الاهلي وفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي في المواقف الصعبه، ودي البطوله بتاعت النادي الاهلي المفضله لينا كجماهير ولا كنادي اهلي البطوله الافريقيه. كان في اكتر من فرصه كانت ممكن تخلينا افضل برضه او مرتاحين اكتر في الماتش اللي جاي، بس الحمد لله برضه يعني احنا عملوا اللي عليهم، وفي اخطاء بس الحمد لله. انا راضي جدا، ده انا راضي كمان على المدرب الفني ده، المدير الفني المحترم ده، ولا بيطلع في النت ولا بيطلع في السوشيال ميديا ولا بص حاطط هدف قدامه ان هو هيوصل نهائي افريقيا، فبيوصل بدون مشاكل، بدون لعيبه، لعيبه بتتكسر، لعيبه بتحصل لها مشاكل، ماشي بخطوه ثابته بدون عصبيه بدون اي حاجه. وبحيي كمان اللعيبه اللي بتلعب معاه اللي هي بتعمل حاجات غريبه، الحمد لله عندها ثقه في مدربها، عندها ثقه في جماهيرها، وعندها ثقه في مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. لا لعب امبارح حلو، ورغم انه 5 فرص، وربنا يسهل يعود ان شاء الله في العوده ويوصلوا الدور قبل النهائي. طبعا الاهلي كان بيلعب حلو امبارح، بس ضيع اجوان كتير جدا، يعني كنا نقدر نكسب بتاع 4 أو 5 اكيد. الاهلي الفتره دي كويس جدا، وكمان المدرب اللي جه ده كويس مش وحش. المباراه كانت حلوه جدا يعني، والاهلي الحمد لله مستواه كويس، وان شاء الله ناخد البطوله. ان شاء الله يعني ان شاء الله عندنا امل كبير، جمهور كله، ان احنا ناخد افريقيا ونخش كاس العالم للانديه ان شاء الله. الجزء الثاني من ملعب الاهلي مع كابتننا كابتن عادل طعيمه. مساء الفل. مساء النور يا كابتن. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ زي الفل. الحمد لله رب العالمين.
كابتن ماهر مساء الفل يا كابتن سيد. ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن سيد. كله بخير؟ كله تمام يا حبيبي الحمد لله. اخبار المستشفى؟ المستشفى ايه؟ كله كويس؟ اه الله يكون في عونهم بصراحه لعيبه النادي الاهلي. معانا ضيف كمان عزيز علينا طبعا كابتن حشيش مساء الفل. ازيك يا سيد؟ ازي حضرتك؟ كله تمام؟ كله بخير؟ الحمد لله. الحمد لله ربنا. هنتكلم على مباراه الامس اكيد والاهلي استفاد منها ايه وايه يستعد بيه كمان الاهلي الفتره اللي جايه ازاي يستعد الاهلي سواء كان محليا او افريقيا في ظل الغيابات والاصابات والظروف الصعبه او المواقف اللي بيتحط فيها الاهلي والخبرات اللي عنده يقدر يتدرجها ولا لا. وهنتكلم اكيد على مباراتين النهارده كابتن عادل اللي هم ما بين بيراميدز وبتروجيت وتعادل الايجابي 3-3 والمباراه الثانيه اللي جمعت ما بين وادي دجله وطلع الجيش والتفوق لوادي دجله على طلع الجيش بهدفين لواحد. لكن خلينا نتكلم في مباراه الامس كابتن عادل. ازاي شافها كابتن عادل طعيمه امبارح من وجهه نظر فنيه وبعدين نتكلم كمان في احداث الفتره اللي جايه. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ابتدينا المباراه بتشكيل يمكن انا كنت اقترحت ان وليد سليمان يلعب في المنطقه ديت وبقاله 3 ماتشات بيجيد فيها اداء اكتر من رائع بيجيب اهداف وبيعمل اهداف بيؤدي الواجب الدفاعي والواجب الهجومي. انا فوجئنا يمكن ان حموده ابتدى المباراه احمد حمودي. كنت متوقع ان مؤمن زكريا هو اللي كان يلعب وقلت التشكيل ده يمكن في القناة من قبل الماتش بيوم. لكن احنا ابتدينا اول ربع ساعة كان خط الظهر لاغي وسط الملعب، كانت الكرات طويلة، كان في نوع من عدم الاستقرار في الأداء الفني. بعد يمكن 10 دقائق وربع ساعة ابتدينا عملية استحواذ، ابتدينا عملية تشكيل الخطورة، ابتدينا نعمل جملة المتفقين عليها دايما ان تبقى الكرة تروح لحمودة بيضم ويروح عاملها لأزارو أو عاملها لإسلام محارب ودي جملة بقت متكررة. ابتدى يبقى فيه اختراقات من وليد سليمان، ابتدى يبقى فيه اختراقات من إسلام محارب ونتج عنها إنه وليد لما بيروح راس حربة جه الجول الأولاني، إسلام محارب لما راح في كراس حربة تاني جه الجول التاني. الحقيقة سيطرة كاملة بعد 15 دقيقة نص ساعة تقريبا انت لاغي فرقه وفاق الصيف، لاغيها تماما، استحواذ وخطوره وما بيروحوش لجولك الا في حاجات يعني حاجات طفيفه جدا. نتيجه الجهد اللي بذله وليد سليمان في الشوط الاولاني بذل جهد دفاعي قوي جدا مع فتحي. لانه كان هناك قصور دفاعي من جانب احمد حمودي. ما كانش بيأدي الواجب الدفاعي. فما كانش بيضغط وكان احيانا بيروح اثنين على فتح. فطبعا دي اثرت على وليد حتى في الشوط الثاني بان عليه الاجهاد. وليد زي ما حضرتك عارف انه الواجب الدفاعي بتاعه بيأديه بنسبه 8 من 10. الواجب الهجومي بيأديه بنفس الدرجه 8.5 من 10. ما فيش لعيب ابدا يبقى صانع لعب وهداف وشويط وفي كل الميزات دي ويبقى بيأدي الأداء الدفاعي ده بيبقى حمل كبير عليه جدا وده اللي أثر عليه في الشوط الثاني. مفيش شك إن الشوط الثاني حصل نوع من أنواع الهبوط شوية نتيجة إنه برضو إسلام محارب كان بيأدي أداء جيد جدا لكن كان الميس باس بتاعه كان يمكن أنت قلت النسبة امبارح 50% التمريرات بتاعته ما كانتش بقى بترجع للاجهاد ده في الاخر يا كابتن عادل. يعني لما عندك ميس باس كتير في خصوصا في الثلث ساعه وربع ساعه الاخيره بترجع بقى لتعب لارهاق. انا اسلام محارب ده انا ممكن احارب علشانه. اسلام محارب ده انا ممكن احارب علشانه. انا في كل مكان بحارب على الولد ده لانه انا يعني شفناه في كل الانديه اللي لعب فيها ولما جه لما كان يلعب بربع ساعه وثلث ساعه شفت كان بيعمل ايه. لكن هو بيحاول يزود شويه ما بيحاولش يلعب اللمسه واللعبه بيحاول يزودها شويه ودي احيانا بتبقى مش في صالح الفريق. تبص تلاقيه لما بيلعب اللمسه واللعبه بيبقى رايح على الجول في كامل قوته في كامل طاقته وبيجيب اهداف. حصل الكلام ده في الشوط الاولاني نتيجه الجول الثاني اللي هو جابه كان لسه يعني بكامل قدراته بيحاول يمسكها زياده. واعتقد انه الجهاز الفني مع الناس المحللين لما يتعادل ماتشات تعالى يا اسلام انت ليه هنا مسكتها زياده؟ طب هنا يا حمودي انت ليه ما رجعتش تدافع في الحته دي؟ انت ما بتدافع انت بتروح تحلق خفيف ولما الكره تطلع من وراك بتبقى رايح سلبي مش ايجابي.
انت راجل بتلعب في النادي الاهلي لازم اكون انا اداء الدفاع والهجومي يبقى على كامل. طبعا في الشك ان احمد حمودي اداؤه زاد بدرجة كبيرة جدا في الفترة اللي فاتت، بقاله ماتشين ثلاثة بيعمل التمريرات. شفنا الماتش التحرية جاب الجول، عامل الجول الاولاني لوليد سليمان امبارح، عمل الجرة لوليد سليمان بالمسطر بالمقاس من بين السرتباكين وحطره بشكل رائع جدا. انا باخد عليه، ودي رسالة لي لاب لي يا احمد، قاتل قاتل، لانك انت تستاهل انك انت تجتهد عن نفسك زيادة عشان تؤدي الواجب الدفاعي بقوة، لان النادي الاهلي فيه 11 مقاتل. انت مفروض اول ما بنفقد الكرة بتبقى راجل مقاتل علشان تستحوذ على الكرة وتاخدها في اسرع وقت ممكن علشان تبقى دايما في الجانب الهجومي. مفيش شك انه وليد وارقام حمودي في تطور، يعني احنا عرضنا من شويه وانت برضه سمير يعني واحنا بنتكلم عليه عرضها لنا ده انا بقول تطور مستمر ده انا بقول على حمودي. لازم يا كابتن احنا نقول كلمه الحق علشان يبقى وهو بيتفرج علينا يعرف ان احنا مش بنجاب له بس، لا احنا بنقول والله الحته دي لا احنا بنديله حقه دلوقتي زي ما كنا بنلومه في بعض الاوقات، لا بنديله حقه دلوقتي. فعشان كده طبعا في كوليبالي وايمن اشرف مفيش شك، يعني حاجه جميله جدا، التحامات اشتراكات تغطيه. امبارح انا سمعت حاجه من ضمن الحاجات اللي اتقالت انه فتحي كان ممكن يبقى جوه وهاني ينزل. رجاء بلاش لعب في خط الظهر، لانه احمد فتحي احد ابرز نجوم مصر في هذا المكان. صحيح، عيب ان ما ينصحش ان انا اغيره، لان الحته دي كانت مشكله خطوره كبيره جدا علينا امبارح. وهو بيلعبه في الفتره في الادوار دي تحديدا، يمكن امبارح كان عبد المؤمن جابه، وقبل كده كان في مانديلا في حريه، فهو بيوظفه في الحته دي كمان، لان بيبقى في عناصر مهمه قوي في المكان ده، فاحمد فتحي ما بيخرجش. امبارح كان في خطوره، امبارح كان في خطوره، ما هي هو مش هو بيدي لك امبارح غطى 3 4 كور في منتهى الخطوره نتيجه ان هو بيضم ورا كوليبالي وبيغطي. الشناوي طبعا يعني ما شاء الله عليه، حاجه قمه 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 في الاداء. معلول هنخسره معلول، مش عارف حظك معانا ايه يا ابني يا معلول، مش عارف تخليني اهرش ليه. عموما الف الف اللي فات برضه في المباراه النهائيه اللي كانت هناك في الولاد. طيب، لكن ثقتنا في ايمن وثقتنا في صبر ان شاء الله الرحمن تبقى كبيره جدا. كابتن ماهر، ايه اللي ناقص وليد سليمان عشان يروح منتخب؟ يعني يعمل ايه؟ انت عارف ان هو احسن لعيب في دوري ابطال افريقيا وليد سليمان؟ يعني انت عندك لعيب احسن لعيب في اقوى بطوله على المستوى الافريقي، ايه اللي يعمله الراجل عشان يروح منتخب؟ بص يا كابتن سيد، عايزين اولا نبارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعيبته على مباراه فوزهم على مباراه وفاق الصيف 2-0، وانا شايف ان النتيجه يعني في ناس ممكن تكون قلقانه، كنا محتاجين الجول الثالث، فعلا كنا محتاجين الجول الثالث، يمكن الشوط الثاني كنا عندنا اكتر من ثلاث فرص، منها انفراد ومنها في العارضه بتاعت ازارو والانفراد بتاع ازارو، ثم الفرصه بتاعت اسلام محارب كانت ممكن يعني تخلصنا تخلص الجيم بالجول الثالث. لكن طبعا ولادنا قادرين، صفة البطل وشخصية البطل موجودة في لعيبة النادي الأهلي زي ما أنت ميزتهم كده يا كابتن سيد، وكنا محتاجين إن إحنا يبقى خلال الفترة اللي جاية محتاجين ألقاب، واخد بالك؟ أنت بتدي مين لقب يعني من وجهة نظرك أنت؟ يعني تختار لاعب وتدي له لقب؟ يعني أنا بسميكوا إيه يا كابتن؟ يعني أنا هقول حاجة مثلا، يعني كوليبالي مثلا زي زمان إحنا كان بتسمى ساعات السد العالي، واخد بالك؟ ويعني صخرة الدفاع، مصطفى يونس بيكباور، وائل جمعه وزير الدفاع كابتن حسن حمدي. طب انت تدي يعني لكوليبالي تدي له ايه؟ يعني سيبك من الاسماء خلاص اللي خدوها النجوم دول نجوم، يعني ادي له حاجه جديده. ادي له كابتن يوسف قال البرج، وهشام حسن لا اتقال قبل كده البرج برضك. ايه؟ اتقال قبل كده البرج؟ اتقال قبل كده برضك على بعض اللعيبه. برج الجزيره خليه يعدي. يعني عايز اقول لك ان ده لقب حلو جدا، عايز اقول لك لا يعني مش لاقي له لقب يا كابتن عادل. لا، في المارد، في الفهد، في حاجات كتير. يعني يمكن الفهد الافريقي مثلا. كل بالي من ضمن الناس اللي فعلا يعني بصراحه بكل مباراه الامور بتزيد بالنسبه لهم بشكل كبير. هنرجع لوليد بقى اللي هو عامل حاله يا كابتن سيد. يعني انا شايف ان وليد بقى له اكتر من سنه كابتن عادل حشيش
السنه اللي فاتت. يعني وليد واضح قوي في مستواه، يعني كل مباراه مستواه بيبقى اكتر من 8 من 10. وليد يمكن عوضنا جزء كبير جدا. الناس بعد رحيل عبد الله السعيد افتكرت ان خلاص يعني هجوم النادي الاهلي او محور النادي الاهلي او مفتاح اللعب في النادي الاهلي مش هيبقى موجود. الناس ما تعرفش ان معظم لعيبه النادي الاهلي بقت مفاتيح. يعني هنتكلم على مفاتيح اللعب يا كابتن سيد. عندنا علي معلول مفتاح لعب من خط الظهر، عندنا احمد فتحي مفتاح لعب من خط الظهر، عندنا كولوبالي دلوقتي بقى مفتاح لعب من خط الظهر. بدايه هجمه ولما بدايه الهجمه بتطلع صح بتاثر بشكل كبير جدا على اداء الفريق، وبتبقى فرصه احراز الهدف قريبه بشكل جيد. عايز اقول لك يعني هو مخرجنا بيجيب لنا احصائيات لوليد يعني كلها ما شاء الله يعني جميل. يمكن ايه اللي ناقصه عشان يروح منتخب؟ يعني هل هو بقناعات مدير فني او هي مرحله بقى يعني بيفكر فيها الراجل بحكم سن؟ انا مش مقتنع بده على فكره بالظبط يعني، لكن في النهاية انت لعيب المنتخب مرحله ممكن استفاد بيه الفتره ديت وبعد كده يدخل لعنصر اخر يعني. لا وانا ما شاء الله يعني السن يعني 33 سنه بيعتبرش يعني في كره القدم ان راجل وصل لمرحله بقى زمان كان بيعتبره كبير، لكن لا اعتقد خلاص يعني احنا دلوقتي كره القدم يا كابتن سيد بالعطاء والمجهود المبذول انا شايف ان وليد مش ناقصه حاجه عشان يروح المنتخب. انا شايف ان في حته يعني ما فيهاش عدل بالنسبه لجهاز المنتخب القومي. شايف ان هو مش طبعا ما فيهاش عداله يروح. ان وليد مهم جدا انه يروح الفتره اللي جايه لمنتخب مصر. طيب كابتن حشيش اسمع رايك في المباراه. انا ما سمعتش هعلق بس على الجزئيه اللي خلينا نبدا بيها. في بعض الاجهزه الفنيه لما بتحس ان في ضغط من الاعلام والناس وبيتكلموا على لعيب معين ما بتاخدوش مره واحده. استنى شويه عشان ما تقالش ايه ده ضغط عليهم فاخدوه. وليد مش محتاج ان حد يضغط على الجهاز سواء هو او احمد فتحي، لازم يبقوا موجودين في المنتخب الا اذا كان وليد بقى مثلا ساكن بعيد عن اتحاد الكوره ولا حاجه. مش معقوله طبعا الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره، يعني دفاع وهجوم صانع العاب، بيلعب ناحيه الشمال بيلعب ناحيه اليمين، بيحرز اهداف، بيشوط كورس. يعني انا بعتبره لان انا يعني شهادتي مجروحه في وليد من زمان. انا حاسس ان وليد ده من احسن اللعيبه اللي جت النادي الاهلي وجت مصر. روح وقتال لان اللعيب ما يبقاش كمان. بس انت بتتكلم على وليد عشان خاصين وليد، لكن احمد فتحي مش كويس قوي بالمثل طبعا احمد فتحي، بس انا بتكلم على وليد بقاله فتره كبيره. مش هنتكلم على ماتش يا كابتن عادل ولا ماتشين، مستواه ثابت بقاله فتره كبيره جدا. اللعيب مش احراز اهداف بس، مش صانع العاب بس، الشخصيه كمان بتفرق في الملعب. وليد قائد في الملعب، وليد بيبث في اللعيبه الروح القتاليه والحماس. عمري ما شفت في حياتي وليد مثلا بيلعب بتراخي حقيقي، على طول بيلعب بال100% روح عنده، بال100% اداء عنده. اعتقد ان هو جدير ان هو يدخل منتخب مصر الفتره الجايه، حقه الطبيعي هو طبعا. واحمد فتحي لو هنتكلم بقى على المباراه، طبعا مبروك للنادي الاهلي ومبروك للجهاز والجمهور، بس انا عايز اتكلم بلغه حذره شويه. يعني انا مخوفاني برضو شويه حته ضياع الفرص والاهداف هنا اللي كان ممكن تريحها تماما. صحيح الدنيا على الاخر. انت بتتكلم على شوط اولاني هدفين كان ممكن يريحوك قوي ويخلوك تكمل بسكور زياده. ضيعت فرص كثيره بصراحه ما تضيعش. في الوقت اللي كان فرقه ستيف بتلعب يا كابتن عادل بحذر وقافل نص ملعبه ويلعب براس حربه واحد متقدم بس الحاجات المرتده. لما الشوط الثاني بدا والمدرب بتاعه متفاجئ طبعا انه مغلوب 2-0 فغير تكتيكه خالص وابتدى يضغط على النادي الاهلي. وبعد 10 دقائق من الشوط الثاني بقى هو ليه الاستحواذ وشفنا كذا فرصه لولا طبعا تالق الشناوي بشكل كبير كان ممكن تغير ظروف المباراه خالص، لان احنا عارفين ان 2-0 1-0 كانوا جابوا لنا في المباراه النهارده او هدف في مباراه امس كان ممكن يغير النتيجه خالص يقلبها خالص 2-1 غير 2-0 صحيح. فابتدى يهاجم بكل قوه. يعني احنا عارفين ان الفرقه دي تملك من الامكانيات انها بتعرف تهاجم وبتعرف توصل وعندها لعيبه مهاريه بتعرف توصل لمرمى الخصم. شفناهم كمان في خلال مشوارهم في التصفيات جايبين اهداف على ارضهم 6 و4 في التمهيدي و2 ويعني بتعرف تجيب اهداف. هناك الظروف مختلفة، جمهور كبير جدا اتحرمنا منه في المباراة الأولانية، في جمهور
كبير جدا هناك، تعرفش ايه اللي ممكن مخبي لك هناك، ظروف تحكيم جو، فانت كان لازم تامن نفسك اكتر من كده. وكان الفرص اللي ضاعت امبارح كان ممكن حضرتك انا بقول الكلام ده مش نظره يعني تشاؤميه، لكن عشان الفرص اللي جت، عشان الفرص اللي جت ما كويس طبعا انا عارف انها كويس، انا عارف انها كويسه، وكان ممكن انا يعني كان ممكن تبقى احسن، وكان ممكن ان انت تروح خلال الفرص اللي جت لك تبقى مستريح. انت ما تعرفش، انت لا قدر الله يجي فيك جون هناك في اول المباراه. انا برضو ما بقولش الكلام ده عشان نتشائم، بس احنا بنتكلم على برضو بتتكلم على محادثات ظروف ظروف الماتشات والكره صعبه. الكره علمتنا كمان ان مفيش حاجات ممكن اي حاجه تحصل، واي ظروف ممكن تحصل. فانا بتمنى ان الكلام ده يوصل للعيبه والجهاز، واعتقد انه واصل، ان 2-0 كانها 0-0 ونبدا مباراه ثانيه من اول وجديد، وان شاء الله باذن الله يبقى طريقنا سهل ان شاء الله للنهايه ان شاء الله الرحمن. طب كابتن عادل، انا قلت خبر ان شاء الله الرحمن ممكن يبقى بكره رسمي ولا حاجه للكاف باذن الله، ان اختيار 9 لعيبه من الاهلي كتشكيله دوري ابطال افريقيا او قبل نهائي دوري ابطال افريقيا، بيعملوا كل دور تشكيله وكل مباراه تشكيله كده، فمنهم 9 من الاهلي: محمد الشناوي، احمد فتحي، كولوبالي، ايمن اشرف، علي معلول، هشام محمد، واسلام محارب، ووليد سليمان، ووليد ازارو. 2 بس يعني مش خارج تشكيله، خارج التشكيله الاساسيه من اصل 11، ودي حاجه كبيره جدا بصراحه. 9 فدي حاجه حلوه جدا جدا. لكن عايز اخد راي حضرتك في حته الخبر الثاني بتاع الاتحاد الافريقي، هي تقنيه الفار اللي هتبقى موجوده في المباراه النهائيه. انت مع التقنيه اصلا او مع الفكره اصلا ولا مش مع الفكره خالص؟ انا بقى لي اكتر من 10 15 سنه بقول يعني يعني الفار والحاجات دي تبقى اقول احنا داخلين على عصر كله تكنولوجي، فبتوقع انه هيبقى في حاجه جديده. ايه هي الحاجه دي؟ انا متوقع ان يبقى في مثلا الحكم يبقى معاه جهاز كده ممكن يعيد بيه، يقف يعيد بيه حاجات متطوره زي التابلت بتاع المدرسه، حاجه زي كده. فقعدت انادي بيه، فكان احيانا الناس بتستغرب لحد ما وصلنا انه اوروبا دلوقتي كلها بتشتغل بالفار، ثم الاتحاد الافريقي ما شاء الله قراراته. الاخ احمد ده يا راجل يعني بيوقف حكام وبيدخل فار وبيدور دلوقتي على ملاعب، يعني داخل بحماس. قعدنا 40 50 سنه ما فيش تطوير خالص، داخل على تطوير. فطبعا انه يدخل الفيديو في النهائي تمهيدا لانه هو يطبقه بعد كده. النهارده الاتحاد الاوروبي في 2019 خلاص واخد قرار ان الفار هيبقى شغال في البطوله الاوروبيه. رساله للكابتن عصام عبد الفتاح، كان دايما يقول ان الفيديو هيبقى مش مثير. اتضح في كاس العالم وكل العالم الاوروبي المحترم اللي بدا يطبق هذا النظام ابتدى يبقى فيه اثاره مع عدل، مفيش ظلم. ما فيش ظلم، يعني احنا نادي الاهلي لما يتظلم امبارح ظلم مبين في جول صحيح 100% مليون في المية. لو في فار بقى كان 3-0 مش هيفكر فيها. انت هتقول المقدمة دي بس اللاين مان مفروض حاجة زي دي على طول. لا ده هدف، يبقى 3 أهداف غير 2 أهداف. اكمل حضرتك، انت عارف ان من تعليمات الاتحاد الدولي للمساعدين تحديدا ان انت تبقى بخيل قوي في رفعك للرايه، ما ترفعش بسرعه. ليه بقى؟ لان انت عارف انت لو رفعت بسرعه خلاص فهتقف اللعبه، هيقف طبعا. لكن لو انت ما رفعتش حتى فيها شك، يا الكره اللي فيها شك ما ترفعش الرايه. صحيح. ليه؟ لان هي لو اوف سايد هتتعاد تاني وهتبقى اوف سايد. لكن لو انت رفعت الرايه وهي مش اوف سايد واللعب وقف، انت خدت قرار، انت منعت هدف. ان انت منعت هدف. صحيح. يعني انت فاهمني حضرتك؟ يعني في الفار انت لو الهدف لو تم تسجيله وهو المساعد رفع ان هو اوف سايد وانت شفت ان هو مش اوف سايد فهيتحسب هدف. صحيح. لكن لو انت وقفت الهجمه اصلا بالظبط تمام فهيتحسب ايه؟ خلاص انت منعت. الحكم كمان 100% هيصفر. هيصفر واللعيبه هتقف. 100% ففي تعليمات للمساعد الاول او الثاني ما ترفعش الرايه. تأنى شويه. اتفضل يا كابتن. دي نقطه. في نقطه طبعا انا جاي مصر ان هشام محمد احد نجوم المباراه امبارح. طبعا تطور رهيب في المستوى، رابط الفرقه دفاع وهجوم بشكل ما فيش غلطه طالعه من رجليه. مأمن حسام، يمكن امبارح ما كانش في مستواه، كان مرهق. حسام عاشور كان مرهق فعلا.
والدليل على كده حتى في ماتش النجمة الكارتيرون خرجوا آخر ربع ساعة، لأنه الحقيقة كل ماتشات الدوري أفريقيا عرب كله شغال. صح. النقطة الثانية عبد الله سعيد، احنا بنقول وليد سليمان بديل لعبد الله، يعني بقى بيعوض عبد الله. عبد الله احنا قعدنا 5 سنين في النادي، 4 سنين ما بيأديش، سنة واحدة الأخرانية اللي ظهر فيها بالشكل القوي ده. إنما زي ما قال الكابتن حشيش كده، وليد سليمان من يوم ما جه النادي ده راجل دخل المستشفى عيان عشان عايز يجي نادي الأهلي، راجل كان بيموت عشان يجي نادي الأهلي. يعني هذا الرجل. وبعدين في نقطة لازم الناس كلها تبقى عارفاها، لما أنا أقول اللاعب رقم 10 ليه مواصفات، المواصفات دي بقى إيه؟ بيجيد التسديد، يجيد صناعة اللعب، يجيد التمرير السليم، بيأدي الواجب الهجومي. الواجب الدفاعي ممكن يبقى 50-60%، إنما الراجل ده بيديني 80%. فأنا لما أحط المواصفات بتاعت نمرة 10 فيها 7-8 مواصفات واجي أحطهم على وليد، ألاقي وليد كفته ترجح، لأنه عنده الواجب الدفاعي 8/10 إلى جانب الواجب الهجومي، رأس حربة، صانع لعب، تسديد، تمرير. الراجل ده ناقصه إيه؟ في الحقيقة عشان يروح منتخب كمان. لكن أوه. لكن الحقيقة الراجل ده في 3-4 مباريات الأخيرة، يعني مش عايز أقول في تطور في وليد أساسا، يعني فرقة لوحده وليد سليمان، فرقة لوحده بيسحب فرقة بشكل كبير، بيحولك من حالة لحالة في لحظة. التحامات وحماسه ده أرقامه 52% نسبة النجاح في الالتحامات الهوائية لوليد سليمان. نسبة النجاح بالنسبة له حاجة كمان يا سيد، أنا عايز أقول عليها وأنت هتأكد عليها عشان أنت كنت موجود جوه المطبخ في النادي الأهلي. أنا عمري ما شفت أي مشكلة لوليد في التجديد. لا لا وليد وليد حد يعني من قبل ما يجي الميعاد هو مخلص الدنيا ما بيفكرش. وانت طبعا تتكلم في النقطه دي اكثر يعني على حياتك. حاجه ثانيه، الحاجه الثانيه طبعا انت مدير كوره مش كنت بتدي لوائح وبتدي مكافئات وبتدي اجازه، لازم يبقى فيه عقاب كمان. اكيد لما اسلام محارب يعدي ولو لعبها بالعرض تبقى جول. انت واحده مهمه جدا، واحده من الكرات. انا شفت الكابتن حسن حمدي في افريقيا بيعاقب نجوم كبار بخصومات قويه جدا، كنا كسبانين 2 اظن، وكان الجول الثالث والرابع كانوا ممكن يعملوا ايه، يخلصوا على الماتش من مصر. فلابد الموضوع ده يرجع تاني، لان انا زي ما انا بطلع لك اجاده لما بتعمل حاجه مظبوطه لازم يبقى هناك كمان. فكره بيقولوا كابتن عادل ده مهم جدا. في نقطه يعني الكره دي الناس يعني ممكن ننساها كلنا خلاص، الكره بتاعه اسلام محمد قلناها في الاستوديو التحليلي قلناها، بس يعني ممكن تتنسي خلاص، ما حدش يتذكرها خالص. لكن تمريرها بالعرض تكسبك 3 تروح الجزائر بقى ممكن الصعود. طبعا دي بتبقى كره الصعود. كره الصعود. الحاجه الثانيه، وليد ازارو يبدو انه متاثر ب يعني انه راح منتخب المغرب، لانه الكورتين انفراد ما لهمش حل. فانا هل ده مستوى وليد؟ ده مش مستواه. هل هو تاثر؟ ما اعتقدش، لان هو من النوع انا دايما بشيد بيه، راجل في اسوا حالاته بيدي لك 8.5/10 كجهد، وهو كمان مشارك في كل اللعبات يا كابتن. كل اللعبات، كل اللعبات الهجوميه حاجه قمه. يعني الكره اللي حضرتك بتشير ليها دي، عايز اقول لك ان هو اللي عليها، هو اللي حياها. هو اللي حياها الكابتن، دي مش بتاعته. راح للسرد باك، راح داس عليها ورايح. انا حسيت يا كابتن عادل في موضوع وليد امبارح، دايما راس الحربه بيبقى هو المنوط باحراز الاهداف. فلما احس ان افراد تانية معاه هم اللي احرزوا الاهداف زي وليد واسلام، وهو المفروض بقى احيانا في ماتش مش شرط راس الحربه هو اللي يجيب الاهداف. طبعا لو خصوصا لو كنتش الكوره ماشيه زي امبارح، يعني ما كانش ماشيه معاه، والجون حتى اللي جابه وكان جون رائع واتحسب اوفسايد، يمكن هو استعجاله على انه يحرز اهدافه كابتن ماهر امبارح بالذات في الشوط الثاني، ده اللي خلاها كابتن عادل كده. بس في نقطه فنيه كابتن سيد، اتفضل يا كابتن. وهي انه احيانا واحنا مدربين صغيرين يعني كنا دايما الفيرود اللي عندنا ندربه على الانفرادات، وعلشان نصعبها عليه انت لما بتيجي تنفرد بالمرمى يبقى بينك وبين المرمى ايه؟ سرد باك وجول. احنا بنحط له سرد باك وجول وجول ثاني. يعني ده الشغل ده، الشغل ده كان مع كابتن ماهر كنا بنعمله، يبقى في سرد باك انت بترقصه وبيطلع جول، فبتضطر انك انت ترقصه هتلاقي جول ثالث. هل دي بتحصل لك في الماتش؟
طب لو ولو وقع من اول مره ياخد محاوله لا ما هو بقى التكرار التكرار بتصعبها عليه يعني التكرار التكرار لما هجي لك في الماتش هيبقى واحد والتاني. مين من الناس تفتكرهم يا كابتن عادل كان تحت قيادتك مثلا الفنيه وكان لعيب يعني وعلمته ده وحسيت بعد فتره ان هو في حسام وفي تامر حسام حسن تامر النحاس تامر بجاتو اشرف ممدوح محمد توفيق دوماني خالد عيد يعني فرق كان اكثر استيعابا بقى وبسرعه الحقيقه كان حسام كان من النوع اللي انت تديله الحاجه عارف زي الارض العطشانه عايزه اكبر قدر من الماء الراوي علشان ياخد المعلومه وتتنفس على طول هداف رائع طبعا هداف رائع كابتن ماهر اخد راي حضرتك برضو في تقنيه الفيديو الفار ديت اللي خلاص اقرر الاتحاد الافريقي شايف انها هتبقى مفيده ولا هتبقى مفيده بس احنا كنا اتكلمنا يمكن في الحلقه السابقه قلنا هل الحكام استعدوا ليها لا ما هو هيمرن هو يعني خلال الفتره ديت هيبقى تدريبات منهم جهاز جريش تدريبات بالنسبه واثنين من جنوب افريقيا مهم عندك جدا عندك فتره لغايه ديسمبر كمان كام ديسمبر النهائي يعني هو كان بيتكلم الشهر الجاي عصام عبد الفتاح كان قال ان محتاجه من 3 اشهر ل 6 اشهر واخد بالك عمل الحكام تبدا تستوعب البطوله كلها تخلص الاسبوع الاول من نوفمبر تستوعب وتبدا تعرف تتعامل معاه ازاي لكن احنا شايفين ان ده قرار جريء بالنسبه لهم مهم جدا يا كابتن سيد انا شايفه عادل جدا وتاخر كمان يعني كنا محتاجين يعني قرار يبقى من بدري لكن طبعا احنا بنحييهم على القرار هيصلح حاجات كتير جدا وهيدي يعني عداله وشفافيه وهينقذ فرق بشكل كبير جدا نتمنى ان شاء الله باذن الله رب العالمين ان يبقى التحكيم بخير الفتره اللي جايه لان النادي الاهلي اتظلم كتير جدا احنا اكتر نادي يا كابتن سيد اتظلمنا افريقيا ومحليا بقى لنا 3 4 5 سنين يعني مدبوحين بلغه الكوره من الحكام فنتمنى ان شاء الله باذن الله بقرار جريء بنحييهم طبعا على انهم اخذوا القرار زي ما كابتن عادل قال محمد احمد ده واضح قوي ان هو راجل جاي جريء جدا احمد فقراراته كلها مع الحكام الفاسده بدا ياخذ قرارات ان هو يقيل ويشطب فدي حاجه يعني جديده علينا نتمنى ان شاء الله حتى الملاعب بيتكلم على محتاجين ملاعب تبقى على اعلى مستوى للفتره اللي جايه فبنقول بنبارك طبعا هذا القرار ونتمنى ان شاء الله ان يبقى في صالح الكره الافريقيه او الكره العربيه عامه. طيب نقطه ومن اول السطر بقى خلاص عندنا المباراه المحليه عندنا مباراه الاتحاد شفنا امبارح حاله من الاجهاد والتعب الشديد جدا في اخر 25 دقيقه الاهلي يخرج منها ازاي؟ بالتدوير ولا ثبات تشكيل ولا وجهه النظر الفنيه والاهداف ايه برضو انا مش عايز يعني في راحه بعد كده لعيبه هتروح منتخب سواء كان الاول او اولمبي وهترجع على البطوله على طول فانت عايز ترجع برضو بمعنويات كويسه التفكير ووجهه النظر والاهداف وكيفيه التفكير يا كابتن حشيش. طيب في البدايه برضو انا باكد على كابتن عادل وكابتن ماهر موضوع الفار ده اساسي وتاخر كتير جدا جدا شفنا بطولات مش ماتشات بقى محليه ولا ماتشات كده بطولات ضاعت من النادي الاهلي افريقيا كان زمان الدولاب فيه قد كده اكتر من مره طب انا مش هقطعك بس هقول لك حاجه مهمه جدا هيطلع واحد يعني يقول لك ايه في كاس العالم اللي فات في ناس مع الفار غلطت برضو يعني اذا في غلط حتى مع الفار بس النسبه قد ايه النسبه بالظبط النسبه قد ايه ممكن تبقى 1% 2% ولا تبقى 50 60% كابتن سيد انا افكرك بحاجه في نهائي بطوله افريقيا انرامو ماتش انرامو الشهير اللي بالايد تخيل لو في فار ساعتها كان هيحسبها برضه الحكم الغاني ده كان كان يروح كسر الكاميرات كان يقول لك لا دي باليمين ايوه ده حاجه ده باليمين ده ده باليد اللي بياكل بيها جابها باليد اللي بياكل بيها يعني طبعا كان هيفرق جامد جدا معانا وزي ما بقول لك النسبه تقليل طبعا الاخطاء لو رجعنا بقى للموضوع الروتيشن و راحة اللعيبة عشان المباريات المتداخلة أنا شايف إن في المقام الأول اللي منوط بالموضوع ده الراجل اللي في الجهاز اللي بيعمل تحليل لأداء اللعيبة هو المسؤول هيبقى دوره مهم قوي في الفترة اللي جاية أنت بتتكلم على مباريات إفريقية ومباريات دوري أنت محتاج مين في المباراة القادمة إيه الفكر اللي أنت هتلعب بيه في مباراة صيف هناك تلعب إزاي مين اللعيبه اللي انت حاطط في دماغك ان انت تلعب طريقه اللعب اللي هتلعب بيها هناك مين اللعيبه اللي هتقدر تنفذ لك طريقه اللعب اللي انت بتلعب بيها وبالتالي هيبقى في المقام الاول الناس دي لازم تبقى في راحه
واحنا شفنا خلال الفتره اللي فاتت ان في بدل اللعيب اكتر من لعيب. ممكن انت يعني تستغل الحته دي في انك انت تحط التشكيل بالنسبه لمباراه الدوري اللي جايه ومباراه وفاء سطيف اللي بعدها، ان انت تشوف اللعيبه وتشوف خلال الفتره اللي فاتت كمان مين اكتر اللعيبه اللي موجوده لعبت اكتر. تحليل الاداء بيبين برضو اللعيبه اللي اكتر لعيبه مجهده في الملعب، اكتر لعيبه خدت خلال الفتره اللي فاتت. لو عندي كمان مواقف يا كابتن اضطراريه لازم اتعامل معاها، يعني غياب معلول بقى لو هدي الصبر رحيل لازم اديله من البدايه في المباراه اللي جايه. عشان معايا واحد مهم جدا وعزيز علينا جدا كابتن وليد صلاح الدين بالمراكلك بالتاكيد على البوزيشن الجديد مدير الكره في الاتحاد، اداه وقدود وكل التوفيق ليك بس بعد الماتش اللي جاي ان شاء الله. كابتن وليد مساء الفل. كابتن سيد حبيبي وليد صلاح الدين، تحيه كابتن عادل طايمه وكابتن ماهر امام وكابتن محمد حشيش. تحياتي ليك وتحياتي لكابتننا الكبير الكابتن عادل طايمه طبعا وكابتن ماهر امام وكابتن محمد حشيش، كلكم حبايبي. طبعا طبعا، يعني خلي بالك يعني انتوا ماشيين كويس جدا، انا اتفرجت عليكم الماتشين طبعا، يمكن المباراه الاول حصل تعادل مع وادي دجله لكن حصل تفوق في مباراه الجونه والجونه ماشيه بشكل كويس قوي 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 قوي. انا عارف ان انت كمان يعني واحد من عقليه من العقليات المحترمه جدا سواء كان في الامر الاداري او الامر الفني، معاك قياده فنيه الكابتن حلمي طولان، فكل التوفيق ليكوا يعني. ربنا يخليك يا كابتن سيد، بشكرك طبعا. الحمد لله يعني مدرب كبير الكابتن حلمي طولان، هنتعلم منه كلنا، ويعني كابتن محمد مصلحي كمان رئيس النادي موفر كل حاجه. وبشكر طبعا الكابتن محمد عمر والكابتن محمد ابراهيم على فتره رائعه مع نادي الاتحاد السكندري، لكن كان في شويه عدم توفيق في الاخر. اتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نعمل حاجه لنادي الاتحاد السنه دي ان شاء الرحمن. ان شاء الرحمن معاكم يعني استاذ اول حاجه محمد مصلحي، واحد من الناس الداعمين جدا ومحبين بجد النادي الاتحاد، وانت كمان يا كابتن وليد عندك تجربه كانت ناجحه جدا في الفتره اللي فاتت ومعاك جهاز فني على مستوى عالي، كل التوفيق ليكم ان شاء الله الرحمن. لكن هتلعبوا ازاي قدام الاهلي؟ ها هتلعبوا ازاي؟ يعني متآمر وبتضحك. مش محتاجه رد يا وليد دي. ايوه يعني هنلعب سيد اسياد القاره الافريقيه، مفيش كلام. انت بتلعب النادي الاهلي في اي 11 لعيب في اي ظروف تحت اي مسمى يبقى النادي الاهلي اسمه يعني خلاص معروف، واحنا عارفين حجم صعوبه المباراه، لكن يعني بنستعد كويس ان شاء الله. هنعمل معسكر قبلها بيومين للنادي الاهلي ان شاء الله. اتمنى اللعيبه كمان انها تستثمر الفوز ده عشان تقدم الكره اللي عندها. عايزين نلعب مع النادي الاهلي مباراه مفتوحه، عايزين نبين قدرات لعيبه نادي الاتحاد السكندري. انا هغادر بكره للسعوديه ان شاء الله عشان قرعه البطوله العربيه. صحيح. ان شاء الله اجي يوم المباراه باذن الله بعد الظهر كده، وان شاء الله نقدم مباراه يستمتع بيها جماهير الاتحاد وجماهير الاهلي ان شاء الله. يمكن البطوله العربيه احنا قلنا ال 16 فريق اللي صعدوا، وممكن القرعه تبقى انت مع الاهلي، يعني ممكن. ما اعتقدش بقى هل هي هتبقى مثلا الانديه اللي من بلد واحده يتجنبوا الوقوع معاها، ما تعرفش يعني لسه ما اعرفش حاجه. لا يا كابتن سيد، القرعه مش موجهه، ويقدر اي فريقين حتى لو من بلد واحده يكونوا موجودين مع بعض، ودي حاجه برضو من خلالك انا عايز يعني برضو ايه. ولا مصنفه يا وليد؟ ولا مصنفه يعني مثلا ترتيب؟ لا لا لا، ولا مصنفه، ما فيش ولا تصنيف ولا مستويات يعني موجهة. للاسف انا برضو من خلالك كنت اتمنى ان تبقى حتى البلد الواحده ما ينفع، يعني ما ينفعش مثلا انا لاعب الاهلي والزمالك يلعب الاسماعيلي. يعني ما انا اشوف ان هي قوه البطوله في ان لازم كل بلد الفرق بتاعتها ما تلعبش مع بعض. لكن احنا ونصيبنا في القرعه بقى يعني ربنا يسهل ويجي لنا يعني فريق كده، نفسنا طبعا نادي الاتحاد يتقدم ان شاء الله في البطوله العربيه باذن الله ان شاء الرحمن. طيب كابتن وليد، خليني يعني الشيء بالشيء يذكر، خليني ادي تحيه كانت وجبه على كابتن حلمي طولان في مره من المرات يا كباتن. كنا بنلعب فرقه كان يقودها فنيا كابتن حلمي طولان، وكان عندنا برضو مشوار افريقي مكملين مع مشوارنا الافريقي، وكنا ساعتها بنخوض ادوار نهائيه في دوري ابطال افريقيا. فكابتن حلمي طولان وقف الراجل
ونبه على لعيبته مفيش حد يحتك، يعني خليك راجل في الكرات المشتركه لكن اوعى يبقى فيها التحامات زايده او مفرطه. الاهلي عنده بطوله افريقيه فلازم يخشها بكل يعني لعيبته وعناصره الاساسيه، فدي حاجه كانت تحترم منه يعني، فارجو التاكيد عليها يا كابتن وليد. لا يعني كلام لك يا جاره. مدرب محترم جدا جدا يا كابتن سيد، واخلاقياته عاليه جدا. عايز اقول لك ان ودي سمه برضو نادي الاتحاد السكندري، وانت عارف نادي الاتحاد السكندري كويس. احنا جالنا موقف في مباراه وادي دجله، اثنين لعيبه من وادي دجله اختلطوا في بعض، الاثنين دماغهم اتفتحت. دكتور وادي دجله كان بيعالج واحد، واحنا نزلنا الدكتور بتاعنا بسرعه يعالج اللعيب الثاني وعمل له الخياطه ولف له دماغه، والراجل قام جاب فينا جون. الجون الثاني. فدي يعني ده الفير بلاي، ودي اخلاقيات كمان نادي الاتحاد السكندري تحديدا. معانا مجموعه محترمه من اللعيبه، تاكد ان مش هيكون في اي تعمد لاصابه اي لاعب من النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله الفريقين يطلعوا ان شاء الله شولان باذن الله. كل التوفيق يا كابتن وليد، بس بعد الماتش اللي جاي. شكرا جزيلا كابتن وليد صلاح الدين. لا نجم مصر طبعا والنادي الاهلي، واحد من الناس اللي هي يعني ممتعه جدا في الكوره يعني. كابتن حشيش كنت بتطرح طرح فكمله فين؟ فكرني بيه انا نسيت. لا كنا بنتكلم على استشفاء بتاعه الاهلي وتدوير يعني انا بقول ان جايه وحاله الارهاق والاجهاد اللي بيمر بها الاهلي. الراجل محلل الاداء هو يعني مختص بالموضوع دوت، واكثر واحد هيفيد يعني المدير الفني والجهاز كله في اكثر لعيبه مجهده، اكثر لعيبه عدد اشتراك كابتن ماهر خلال الفتره اللي جايه. رؤيه الجهاز الفني في مباراه الاتحاد، طريقه اللعب، لان طبعا النادي الاهلي ما بيلعبش طريقه واحده على طول، على حسب كل مباراه. صحيح. وعلى حسب البطوله اللي هو فيها. المباراه اللي جايه مباراه الاتحاد السكندري غير مباراه وفاء سطيف هناك في دور قبل النهائي. في بعض اللعيبه تصلح طبعا كل لعيبه تصلح لجميع المباريات، بس في ناس في قوام اساسي يعني قوام اساسي لحل العالم يعني للفريق برضو يعني. انت بتقول برضو الاهم في المهم يعني لا شك ان احنا بطوله كبيره زي بطوله افريقيا حلم بالنسبه لنا غايب من 2013، عايزين ان احنا ان شاء الله نسترجعها ونخش كاس عالم اليابان. فطبعا الدور قبل النهائي له بس المره دي كاس عالم في دبي حاجه احلى يعني. بالظبط. فبرضو ليه لعيبه معينه محتاجها خلال الفتره اللي جايه وخلال الماتش ده ممكن يريحها خلال المباراه اللي جايه. القياسات طبعا اللي بتتعمل، الاصابات، في طبعا زي ما انت بتقول ظروف حتميه، لعيبه في اصابات، لازم لعيبه هتلعب جديده يمكن بقى لها فتره زي مثلا صابر الرحيل بقى له فتره ما لعبش، لازم ياخد المباراه عشان ما ينفعش يبدا برضو مباراه زي قبل النهائي هناك في الجزائر، لازم يديله عشان يبقى خطوه او استعداد، هكذا بقيت اللعيبه. طيب كابتن عادل، عايز تتكلم اخد راي حضرتك في النقطه دي سريعا بقى عشان اخش في ماتشات الدوري. الاهلي في استعداداته اللي جاي، الاستعداد لوفاء الصيف، عنده مشوار محلي يفكر فيه ازاي من وجهه نظر فنيه الكابتن عادل، سريعا بقى عشان اخش في مباراه الدوري. عمليه الاستشفاء دي عمليه مهمه جدا، ولابد ان احنا نجيب الاجهزه ديت اللي هي بتعمل عمليه الاستشفاء، بحيث انه اللعيب بعد المباراه مجهد يخش على طول في الاجهزه ديت. والجهاز ده اعتقد نص مليون او حاجه زي كده، احنا في امس الحاجه ليه، لان احنا نادي بطولات ونادي ما هواش نادي محلي. فانت العالم كله يعرف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. في الجهاز ده لابد ان احنا نجيبه بمنتهى السرعه، لانه ده بيعوض بيأثر لك الفتره تقصد يعني بيأثرها جدا. انت بتطلع من المباراه كانك ما لعبتش من المباراه تقريبا. فدي عمليه خطيره جدا ومهمه جدا. الحته الثانيه وهي الناس اللي كانوا مصابين وهيرجعوا تاني، زي مثلا سعد، زي مروان. سعد اعتقد ابتدى يعني قال لي ميدو كمان، قال ميدو ممكن يكون موجود، وميدو جابر تقريبا برضه. في برضه احمد الشيخ ممكن يدخل في يعني صبري الرحيل طبعا اكيد، وده اللي انا كنت بنادي بيه يعني صبري ما يبقاش يبقى بعيد عن ال 18، لانك انت ممكن تحتاجه وده اللي انا كنت حاجه مهمه كمان واحتاجته في حاجه مهمه جدا. وهو الولد كان على مدى الثلاث سنين اللي فاتوا كان بيأدي، بس بعض اثنين ثلاثه اعلاميين كده دايما يقول لك ده النادي الاهلي هيمشيه، اصل مش عارف ايه الراجل مستقصده على طول، عمال ينقرزه كده كل شويه
بيقول لك اصل النادي الاهلي حتى انا مره كلمتك قلت لك الراجل ده معقول هيمشي؟ ده الراجل ده يعني في منتهى الاخلاق والادب. جميل صبر جميل. وبعدين لعيب كوره يعني والله لا يقل عن علي، ما يقلش عن علي ابدا، هو بس محتاج فطبعا مروان لما يدخل هيبقى بديل صلاح محسن. صلاح محسن مع ازارو، فانت هنا ما فيش عندك مشكله. فتحي برضه ما فيش لعب في خط الظهر في ماتش الاتحاد، لان ماتش الاتحاد ده برضه انت داخل ولازم تاخد الثلاثه بونت باذن الله تعالى. مع صبري يبقى انت برضه ما فيش غير مركز واحد اللي انت غيرته. اكرم اديله ماتش من اوله. انت بتحتاجه في افريقيا. انا بس على الاثنين السرد باكين خايف جدا على كولوبالي وايمن اشرف. انت عارف من الاجهاد يعني من لا قدر الله احسن حاجه خلي بالك انت محمد نجيب يعني هيطول. سعد راجع بس انت لسه ما شفتش سعد بعد رجوعه الاخبار ايه لا قدر الله ممكن انت يعني عندك مشكله كبيره يا سيد عشان ما تعورش يعني انت عندك مشكله كبيره طالما في اجهاد تبقى العرضه للاصابه اكتر لان انت كل ماتش بتلعبه بكامل الطاقه بتاعتك ما ينفعش ان انت في ماتش كابتن عادل مثلا زي ماتش الاتحاد ان انت تلعب نص نص ما ينفعش ان انا وانا بلعب وانا بجري وهعمل سبرنت جامد لازم ابقى ب50 ما ينفعش فطول ما انت مجهد عرضه اكتر الاصابه صحيح في اماكن ما فيش اختيارات فيها كتير زي ما انت بتقول الاثنين المساكين على الاقل لازم اريح واحد لازم اريح واحد لان انت عندك موقعه جامده دايما الماتشات الخارجيه يا كابتن عادل انا عايز مثلا الماتشات الخارجيه كمان بيبقى العبء اكتر يا كابتن عادل على الديفنس حتى وانت كسبان 2 فرقه الجزائر نازله من اول دقيقه هتهاجمك مش هتخرج يعني مش حاجه عندنا احمد علاء خلي بالك عندنا احمد علاء والجزار كويسين جدا ليه ما اديش بقى ليه ما اديش عايز اقول حاجتين التجارب دي احنا جربناها من اكتر من سنتين يا كابتن عادل محطوطين في المواقف دي كان افريقيا او محليا يمكن سيد جرب التجربه دي مع كابتن حسام البدري فعلا كان في اجهاد واقع لكن خبره الاجهزه الفنيه دلوقتي صحيح في استشفاء وان انا ادور اللعيبه وادي اللعيبه وقتها المظبوط انا عايز اقول ان احنا عندنا ما شاء الله اكتر من 29 لعيب او 25 لعيب كلهم عمر مميزه يا كابتن عادل صحيح مش هتفرق بصراحه يعني وكلهم قريبين يعني المنافسه قريبه المنافسه قريبه من بعض مش عايز اقول البديل لان هم فعلا لعيبه قريبين من بعض صحيح واكبر تجربه يمكن هنا بيها مباراه المصري اللي الناس كلها لما خدت فرصه العام الماضي وكسبنا 2-0 وارتياحيه والناس كلها ثبتت بضاعتها وثبتت ان هي فعلا قيمه وقامه وان فعلا اختياراتهم كانت على اعلى مستوى انا عايز اقول ان يعني نشأة الأنين يعني احنا عندنا لعيبه خيره اللعيبه بصراحه يعني كل يبقى برضو يا كابتن ماهر برضو زي ما بقول تاني الاختيار مهم في بعض اللعيبه تصلح لمواقف معينه زي يعني انت عارف ماتشات الجزائر هناك لا انا بتكلم على المباراه الاولانيه دي يعني احنا بنفكر فيها ضغط جمهور وقصه كل مدرب احنا بنتكلم عليها اللي هي مباراه الاتحاد في كل مدرب كان بيقول لك يعني مش عايز العب شويه كتير والدنيا ماشيه فمش عايز اغير شويه في الفرقه ما ينفعش فتبدا من الصفر نفسيا وانت داخل على مرحله فيها طبعا في ده اللي كنت عايز اتكلم فيه فيها اجازه فيها الثبات موجود لكن غصب عنك كابتن عادل بيحصل تغييرات غصب عنك زي معلول النهارده الضمه ما عندناش غير رحيل لا دي ما فيش يعني يعني في حاجات ثوابت لكن الاماكن الثانيه انا شايف ان مش هيبقى فيها لعب يعني ثوابت يعني ثبات التشكيل هو اللي مدينا الجمال وفي مكان وفي مكان ثابت بطبعه لا حراسه المرمى ده ثابت بطبعه ثابت بطبعه اوكي مكملين معاكم بعد الفاصل اللي جاي هنتكلم في الدوري بقى مباراتين النهارده في الدوري المصري جمعت ما بين بيراميدز وبتروجيت 3 تعادل ايجابي 3-3 والمباراه الثانيه جمعت ما بين وادي دجله وطلائع الجيش وتفوق وادي دجله بهدفين لهدف اهلا بيكم الجزء الاخير من ملعب الاهلي النهارده وهنتكلم فيه عن مباراتين اقيموا النهارده في الدوري الممتاز بيراميدز بيتعادل مع بتروجيت 3-3 وطلائع الجيش بيخسر من وادي دجله 1-2 كابتن عادل المباراه جمعت ما بين بيراميدز وبتروجيت تفوق لبيراميدز في الشوط الاول تفوق واضح جدا ملحوظ جدا مستحق جدا بعد ما كان متاخر بهدف لبيكلي في الدقيقة الثانية او الدقيقة 1.5 يعني لكن قدر بيراميدز عن طريق قفشه عن طريق بكار وعن طريق كينو رغم ان كينو مش على
مش على نفس المستوى اللي قدمه في المباراه الثانيه، لكن كان تفوق رهيب لبيراميدز على بتروجيت في الشوط الاول، والدفه اتقلبت خالص الشوط الثاني. زي ما حضرتك قلت كده، اول دقيقتين بتروجيت بيجيب جول، وبعدين عاملين ضغط على مفاتيح اللعب وضغطين في مساحه الملعب كلها، وبعدين قفشه بيعمل جول تمريره لبكار بيجيب الجول بيدوس عليها وبيخش من بيرقص المهدي سليمان وبيحطها بشماله في الجول، وبعدين الجول الثاني طلبه بيصلحها الفاروق على 18 بيحطها الجول الثاني ثم الجول الثالث. الشوط الثاني الحقيقه حصل نوع من انواع الهجوم الغير طبيعي من بتروجيت، وسب ساحات استحواذ وفرص، الدقيقه الاولى الاخيره كمان كان ممكن بتروجيت تعملها، لا 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 سب مساحات كبيره جدا، قفشه انفرد من نص الملعب لوحده مع ثلاثه ثم نوع من الدلع شويه يعملها بكعبه اتقطعت، بعدها بدقيقتين جول ثاني برده ضاع 3 على 2 برده، بدل ما يلعبها راح رايح اتقطعت. طبعا نتيجه هذا الاهمال وهذا الدلع، ده اسمه دلع، لان كان ممكن جدا الجول الثالث الجول الرابع والخامس كان ممكن ينهي الماتش. ينهي الماتش. طبعا بتروجيت رجع وجاب الجول الثاني ثم الثالث، وكان ممكن لو في وقت كان ممكن جدا يبقى فيه الجول الرابع. طيب مش سهل ابدا ان انت تبقى خسران 3-1 وترجع للقاء من جديد، مش سهل خالص، وخصوصا وانت بتلعب مع فرقه عندها انياب هجوميه زي بيراميدز يعني. لكن بتروجيت وقياده فنيه الكابتن طارق يحيى قدر ان هو يرجع بالمباراه مره ثانيه ب 3-2 وبعدين 3-3، وكان ممكن يعملها في الاخر، ويبدو ان تغييره لالا كمان كانت عامله تاثير ايجابي جدا بالنسبه لبتروجيت. معانا ومعاكم على التليفون كابتن حماده انور مدير الكره مع بتروجيت. كابتن حماده مساء الفل. كابتن سيد اهلا بيك، برحب بيك وبرحب بالكباتن الموجودين مع حضرتك في الاستوديو. طيب تحياتي ليك وتحياتي طبعا كابتن عادل طعيمه وكابتن حشيش وكابتن ماهر، وتحياتنا الاكبر لكابتن طارق يحيى اداره فنيه وتحديدا في الشوط الثاني على اعلى مستوى. كابتن حماده ربنا يخليك يا كابتن سيد، وانا سعيد ان انا معاك في البرنامج، انت اخ عزيز زي انت عارف، طبعا سعيد ان انا موجود في وسط الكوكبه اللي موجوده مع حضرتك طبعا من نجوم النادي الاهلي. ربنا يخليك يا كابتن حماده، اتفضل يا حبيبي. الله يخليك. طبعا يا كابتن سيد انت عارف الدوري السنه دي دوري صعب جدا، ما تعرفش مين بيكسب مين ومين بيخسر من مين، وتبقى انت داخل المباراه حاطط في دماغك ان انت الفرقه دي المباراه دي محسومه، تلاقي نفسك طالع خسران. احنا الحمد لله يعني النهارده النتيجه مرضيه لحد ما، انت اللي صعبت المباراه على نفسك بعد ما انت تقدمت في اول 4 دقائق، لكن احنا مش يعني برضه لازم نقول ان فرقه بيراميدز فيها لعيبه كبيره جدا حقيقي، ارقام عاليه جدا، امكانيات عاليه جدا. فريق بتروجيت لا مختلف تماما، يعني انا اللعيبه الموجوده بتروجيت كلها معلش مع احترامي ما تجيش سعرها زي سعر لعيب واحد في بيراميدز، لكن ده ملوش دعوه بالكوره، انت خلاص فريق 11 لعيب بيلعب 11 لعيب، ما لهاش دعوه، انت بتنسى الحاجات دي كلها بره. في عدم خبرات طبعا، اخطاء متكرره، الثلاث اجوان يعتبر يعني هنقول كربون ده واحد كلهم صوره واحده كلها من القلب. وكان في هجمه مرتده ليهم في الشوط الثاني لو كانت دخلت بتاعت قفشه لو كانت موتت الماتش، اتكلم عليها كابتن عادل من شويه. طبعا، لكن ربنا كرمنا ان هي ما دخلتش. انت برضو كنت ممكن ترجع للمباراه في كوره محمد فييرا اللي عملها اللي عدى وراح عاملها بالعرض، عدت من على خط الجول ومحدش كان متابعها خالص، ضربه جزاء كان حاسبها كابتن محمد عادل، بعد كده الحكم الخامس لغاها، اول مره اشوفها حاجه غريبه جدا. بس هي مش ضربه جزاء خالص يا كابتن حماده. ماشي يا كابتن سيد، انا ماتش انا همشي على كلامك وبحترم جدا الحته دي، انا ماتش جونه مش عليا ضربه جزاء ولا ليها اي اساس من الصحه، لو انت اتفرجت عليها خلاص بتحسب عليا طارق مجدي، حسب عليا بنالتي ما فيهوش اي حاجه وخسرت 2-1. لما الحكم بيحسب لي ضربه جزاء ويجي الخامس اللي هو في ظهر اللعيبه اللي هيلغيها، انا استغربت جدا وغريبه جدا، لكن خلاص هو التحكيم ولازم نحترم التحكيم ولازم ان احنا ندعم عشان الدنيا تمشي كويس. جينا الشوط الثاني طبعا، انت ما زي ما انا قلت يا كابتن، احنا عندنا اللعيبه ما عندهاش الخبرات اللي انت تقدر تدوس عليها، يعني ما عندكش خبرات كتير، تجانس 70 80% من اللعيبه الموجودين في الملعب كلهم اول مره يلعبوا مع بعض في السنه دي. يعني يمكن ما فيش غير العجوز بس اللي موجود من السنه اللي فاتت وبك، لكن بقيه الفرقه كلها يعني حديثه. كابتن طارق بصراحه ما بين الشوطين ما يعني ما حملش الدعيه، اتكلم في الاخطاء، قال لهم اهم حاجه ان احنا ما يدخلش فينا جوان تاني،
ممكن نجيب جول في اي وقت، لكن اهم حاجه ما نصعبش على نفسنا الموضوع. ربنا كرمنا بجول بيكري وضرب جزاء، وكنا ممكن في الاخر محمود صلاح انفراد كان ممكن يجيب الجول الرابع. طبعا كان ممكن يجيب الجول الرابع وتنهي المباراه، لكن الحمد لله طبعا نقطه صعبه من فريق كبير. طبعا يعني بحييك مرة تانية، مش على الرجوع بس، على المستوى واللي جاي بالنسبة لكم إن شاء الله الرحمن يكون أحسن. معايا كابتن حمادة أنور مدير الكرة، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت منورنا من خلال ملعب الأهلي وقناة الأهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. أطير كمان لمحمد عبد الواحد، كابتن محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة، مساء الفل وألف ألف مبروك. مساء الخير كابتن سيد، وربنا يخليك، وحشني كتير، وسلام لكل الضيوف الموجودين معاك. تحياتي ليك وتحيات كابتن عادل وكابتن حشيش وكابتن ماهر همام. وخليني احييك مش على المستوى الفني بس، كمان على المستوى الاداري. وادي دجله كان بيلعب كره حلوه لكن مش محفوظه، اللعيبه لسه ما خدتش عليها، اللعب بتبدا هجمه يعني ما بتطفش كوره من خلال عبد المنصف الباك رايت السيرد باك سيد سالم، كل الناس لازم تبدا هجمه سليمه. تعبتوا شويه في الاول، النتائج اتاثرت، لكن بدا الثمار يعني تبان في اخر ثلاث اسابيع بدليل المكسب النهارده يا كابتن محمد. والله كابتن زي ما انت بتقول يعني احنا بنلعب بطريقه جديده، الراجل مؤمن بالطريقه وقال لهم كده، حتى لو النادي هينزل درجه ثانيه انا مؤمن بنفس الطريقه. الراجل مستر ماجد سامي مديله الثقه، وعارف ان الراجل ده كان ماسك اليونان بيلعب بنفس الطريقه، وجات استمر بعد ثلاث اربع خمس ست ماتشات كان برده تذبذب في النتائج وكده. هو الراجل مقتنع ومؤمن بالطريقه بيلعب بيها، والراجل دايما يعني محتاج وقت، دايما بيقول لهم محتاجين بيشن صبر على طول ان احنا نلعب نبدا من تحت. انا اسهل ما عليا ان انا اقول لك مضغوط العب لونج بول طويله على المهاجم بتاعنا والاثنين اللي تحت فرادو يكملوا، هو عاوز يبدا من تحت. عند عبد المنصف، عبد المنصف عنده الملكه انه يبدا من تحت، رجليه كويسه بيلعب على الارض كويس. هو دايما حتى في ماتشاتنا الوديه وكل ماتشات الوديه ان لنا ممكن هنلاقي صعوبات في الاول، هنلاقي في اخطاء فرديه بتحصل تكلفنا نتيجه المباراه، لكن بعد كده متعود عليها هتبقى الدنيا سهله بالنسبه لكم. بدانا بدايات وحشه، وادي دجله كان في مركز اخير، مركز لا يليق باسم النادي، عمرنا ما يعني ما تخطينا ان احنا في المركز الاخير مركز 18، لكن الحمد لله زي ما انت قلت دلوقتي وتفضلت وقلت ان نتائج الجهد اللي فات هيبدا يظهر دلوقتي النتائج، النتائج هتدي ثقه للعيبه. كابتن سيد احنا كل ماتش 18 في 9 من 9 ل 11 لعيب مواليد 97 و 98 و 99 و 2000، محمد رضا اللي بيلعب في النهارده مواليد 2000، محمد محمود 97، ابراهيم عايش واحمد سعيد 97، مرعي اللي هو الاساس في كل الماتشات. محمد محمود ده اللي هو 97 رقم 35 مظبوط؟ محمد محمود لعيب كويس قوي، لعيب كويس جدا جدا. منتخب مصر يا كابتن، منتخب مصر ده منتخب مصر وانضم دلوقتي في ماتش في ماتش نيوزيلندا، فالراجل بيتابعه واحنا عندنا 3 4 في منتخب لومبي، ما حدش شايفه غريب. انا قصدي ان وادي دجله عندهم لعيبه كويسه صغار صغار في السن، وادي دجله بيستثمر في اللعيبه الصغيره يعني اللي بيعتمد عليها دلوقتي. عندنا زي ما قلت لك دلوقتي من 7 ل 9 في كل مباراه بيتحط في السكور، لان هو السكواد بتاعنا او 18 بنحطهم احنا عندنا الاعمار السنيه بتاعتنا صغيره في السن. عندنا 3 4 5 لعيبه خبرات كبار زي عبد المنصف، زي اسامه العزب، زي سيد سالم، زي لولو جباس، زي احمد صافي، بس بقيه اللعيبه كلها بيكهام واخدينه من الاهلي عاره 97، محمد رضا 97، ابراهيم عايش واحمد سعيد 97، مرعي 97، محمد محمود 97، كل الناس 98، محمد رضا 2000، ابراهيم انداي اللي هو الفيرود بتاعنا لعيب هايل مواليد 98. فاللعيبه كلها صغار محتاجين وقت، محتاجين صبر عليها. بس انا كنت بتضايق من الناس اللي كانت تطلع، طبعا انا مع احترامي للكباتن الكبار اللي معاك، دول كباتن كبار مش قصدي انتوا يعني كقناه اي حد، بس ده وضع طبيعي يا كابتن محمد، ده وضع طبيعي يا كابتن محمد. يا كابتن سيد ما كانش بينتقد في حاجه فنيه، ما كانش بينتقد زي ما انت قلت دلوقتي ان الراجل عنده اخطاء فنيه كذا كذا كذا، لا الراجل جاي من اول ثاني اسبوع نخسره يقول لك انا بقول للكابتن المهندس ماجد سامي يمشي الجهاز ويمشي المدرب ده عشان المدرب ده قاعد هينزل الدرجه الثانيه. يعني منطق يا كابتن دلوقتي مع احترامي، مفيش صبر في الكوره في مصر. مفيش حاجه اسمها كده، معلش معلش من ثالث اسبوع يا كابتن سيد، معلش ماتش الجونه خد نفس طويل وخليك باري الحمد لله. طيب خليني اقول لك لازم تستحمل، وطالما دخلت المجال ده يعني لازم تقبل النقد المدح والذم في نفس الوقت يتساويان بالنسبه لك. طيب عايز اقول لك حاجه، هو كابتن جهاد جريشه حسب البنالتي على مين؟ عبد المنصف. احنا كلنا يعني كجهاز فني تعالنا بره شايفين ان حتى بتوع الجيش مع طرد يعني لو ليك ضربه جزاء بتلاقي هي ما فيهاش حاجه خالص الحقيقه، هي ما فيهاش حاجه خالص. بعد ما بين الصين قال لي عبد المنصف ما عملوش حاجه،
انا مش انا قلت لك كابتن رايي الشخصي هو هيتمرن خلاص. الكاف خلي بالك خدت او تم اختيارها الكابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد جريشه هو احسن حكم مصري واحسن حكم عربي ان شاء الله الرحمن هالجلدان بس خدته خلاص ما فيهاش حاجه بس لحد دلوقتي ما فيهاش حاجه لا ما فيهاش حاجه خالص ما فيهاش حاجه خالص هو هيتم يعني هيتم تدريبه كمان على تقنيه الفار فهيبقى بالنسبه له احسن اللي جاي. شكرا كابتن محمد عبد الواحد مدرب فريق وادي دجله شكرا جزيلا لحضرتك والف مبروك الفوز النهارده. كابتن سريعا معلش مباراه طلائع الجيش ووادي دجله شايفها ازاي بعد الكلام ده كله سريعا؟ نحيي طبعا طلائع الجيش انه رجع لمباراه ثانيه مره ثانيه الشوط الثاني وده يمكن نتيجه ان طارق يحيى زي ما اتكلمنا ان طلائع الجيش عنده ثبات في الجهاز الفني ساعده بشكل كبير جدا على انه يقدر يعني يجمع محمد النقاط. حلمي طلع الجيش تقصد اسف الكابتن محمد حلمي وبعدين طلع الجيش كابتن سيد الفتره اللي فاتت ديت بقى عنده ثبات بشكل كبير جدا في التشكيل هو يمكن اللي ساعده محمد بسام في حراسه المرمى وعنده علي الفيل ومحمد محسن واحمد سمير وعنده محمد رزق وكريم طارق ده كمان من اللعيبه المميزه جدا بشكل جيد. لكن طبعا وادي دجله يمكن طريقه اللعب انا بحيي طبعا مجلس الاداره ان هم صابرين على الراجل بشكل كبير جدا ما بتتكررش كتير دي واحنا عارفين تجربه الخواجات يا كابتن سيد ان هو مصمم على طريقه اللعب والتحفيز بهذا الشكل لكن انا شايف ان يعني فيها توفيق بشكل كبير يعني. طيب ايه النتيجه المفاجاه بالنسبه لك كابتن حشيش النهارده؟ انا هتكلم طبعا للمباراه اللي حضرتها في الملعب كنت مراقب فيها النهارده اللي هي المباراه بايه؟ بيراميدز ودجله مباراه قويه جدا من البدايه بتروجيت خطف جون من الاول في الدقيقه 1:30 زي ما انت قلت ابتدوا كويس قوي رجع استحوذ بيراميدز على مجريات الامور جابوا جنين ورا بعض 27 و28 دقيقه 27 و28 وجون ثالث لكينو في دقيقه يمكن اخر قبل الشوط الاولاني بخمس دقائق 3-1. الميزه في الموضوع في بتروجيت اللي هي الرجوع من 3-1 انك ترجع بلعيبه ما عندهاش خبرات معظمهم كانوا لعيبه قسم ثاني مع ضد لعيبه على مستوى عالي جدا جدا وبارقام كبيره وخبرات كبيره جدا انك ترجع تاني تتعادل فده انجاز لكابتن طارق يحيى. باخد على بيراميدز من خلال الماتش كانوا موجودين جدا جدا من بدايه الماتش وده يمكن اللي اثر عليهم وبان على النتيجه من 3-1 انك تتعادل. حاجه اخيره بشكر طاقم الحكام اللي كان موجود وبعت لك رساله معايا انهم كانوا زعلانين شويه منك انك شديت على الحكام أنا في يوم شويه كابتن محمد عادل بس انا ما شديتش على كابتن محمد عادل عموما ودي احتدى على التحكيم وكده فلازم اقول للكابتن محمد عادل كابتن محمود ابو الرجال سمير جمال محمد الرهيب محمد يوسف صبح سمير جمال من احسن الناس احسن مساعدين صبح العمراوي الطاقم النهارده كله كان هايل وماتش صعب جدا اهداف كثيره وماتش مشدود 3-1 ضربات جزاء وحاجات كثيره جدا يعني بنشكرهم على الاداء الكويس المبشر ان شاء الله يعني في لازم نقول ان ايه التحكيم طبعا ليه وعليه يعني طبعا. كابتن عادل اخر سؤال في يعني في اقل من 3 ثواني خلصوا الثلاث ثواني شكرا اختار نجم واديله اللقب بسرعه وليد سليمان ايه اللقب؟ اللقب ميسي مصر ميسي مصر كابتن وليد سليمان هتختار اللقب ايه؟ نجم النجوم نجم النجوم كابتن حشيش ملك الملوك ده ربنا سبحانه وتعالى لا ملك الملوك اوكي نجم النجوم برضه نجم النجوم نجم النجوم اوكي يومنا خلص النهارده على خير باذن الله بكره مش هبقى موجود مع حضراتكم يوم الجمعه على خير هتبقى حلقه مميزه جدا جدا هنعمل احصائيات تاريخيه برضو كالمعتاد زي ما اتعودتوا مع حضراتكم كده يعني حلقه انت عارف زمان كان يقول لك ايه هات الكاسيت فاكرين الكاسيت الصغير ده الجميل ده كده فاكرين وشريط وتجيب الكاسيت جنبه كده وشريط قصاده وتسجل يعني اغاني معينه كمان انتوا معانا لازم دايما عندكم ترصدوا الحاجات دي لانها مهمه جدا 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 التاريخ مهم جدا 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 في اللي جاي التاريخ ما هو او المستقبل ما هو الا يعني جزء من الماضي بيتكرر في المستقبل هتجيب احداث كتير منين هي الاشخاص بس الدنيا اللي بتتغير الاشخاص بس لكن الاحداث هي هي يعني ان شاء الرحمن باذن الله هنتقابل على خير يوم الجمعه باذن الله في نفس ميعادنا ان شاء الرحمن الساعه 11 اسيبكم على خير وتصبحوا على خير.